انا اسمي زياد حمدي، انا اوديت وادفايزري بارتنر هنا في نير شور، وبدرس سي بي اي واي فور اس. انا بدات الكارير بتاعي في ارنست اند يانج سنه 2005. اشتغلت في ارنست اند يانج من 2005 لحد 2010، كنت شغال في الاوديت ديبارتمنت. بعد كده اتنقلت من ارنست اند يانج، رحت شركه اسمها جي اي جنرال الكتريك، قعدت في جنرال الكتريك سنتين، كنت جوه سيكشن اسمه الفاينانشال ريبورتنج، الفاينانس ديبارتمنت في جي. بعد كده اتنقلت من جي اي بعد سنتين كده في بدايه 2013، رحت سي اف او على شركه اسمها النيل للطيران. قعدت في النيل للطيران من 2013 لحد اول 2018. بعد كده اي جويند هنا نير شور از ان اوديت اند ادفايزري بارتنر. انا سي بي اي من 2010، وهولدر لسي ام اي، وهولدر لاي فور اس دبلومه، وهولدر لاي فور اس سيرتيفيكت، وعضو جمعيه المحاسبين والمراجعين المصريه. زي ما عملت كده انترودكشن عن نفسي، انا عايز اتعرف عليكم كده واحد واحد، كل واحد يقول لي برضو ايه الباك جراوند بتاعته، دفعه كام، اتخرج امتى، بيشتغل في ايه. انا اتعرفت على الشباب الاونلاين كده سريعا اول ما بدانا، هنبدا بقى من الناس اللي حاضرين معانا كده ان كلاس. عند محمد، مش مهم يا محمد. الله يبقى معاك بعدكم. اتفضل. لسه ما شغلتش حاجة، ربنا يوفقك إن شاء الله. الو 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 الو، مظبوط صوتك يا استاذ ابراهيم. مظبوط، الحمد لله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. مشكلة والله، مشكلة. معلش يا جماعة، هو تقريبا في حاجة في السيتنج عندي أنا، بس برضه أنا هتشك عليه بعد ما نخلص من السيشن، هتشك عليه تاني، بس الحمد لله يعني عودا حميدا يعني. شكرا يا جماعة. حضرتك معايا كده صح؟ مش كده؟ المرة دي ناوية تسافري تنتحني؟ ماشي.
ولا بكالوريوس؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب احنا النهارده هنبدا كده سوفت ستارت خفيفه، هنعمل انتروداكشن كده عن السي بي اي، نعرف ايه الحاجات اللي احنا هندرسها في السي بي اي، الرحله نفسها بنعمل فيها ايه، ايه الحاجات اللي احنا هناخدها، البروسيس نفسها بتاعت الريجستريشن والكلام دوت بتتم ازاي، اريجستر مع انهي ولايه، الاسئله بقى الشائعه هي اريجستر ازاي مع انهي ولايه، طب ادخل مع الولايه ديت احسن ولا مع الولايه دي احسن، طب اخد الامتحان في امريكا احسن ولا بره امريكا احسن، الكوست بتاعت المواضيع دي كلها بتتكلف قد ايه، احسن وقت ان انا اسافر امتحن فيه امتى، اطلع امتحن ماده ولا مادتين مع بعض ولا الاربع مواد مع بعض، دي الاسئله الشائعه كده اللي ايه اللي بتدور حوالين السي بي. فاحنا النهارده نقعد ندردش مع بعض على الموضوع دوت، بحيث ان لو في حاجه كده فيها انكلاريتي نقدر ان احنا ايه تكليرت مع بعض. تمام، فهنبدا كده الاول بانترودكشن بسيطه. عن السي بي اي، السي بي اي هي عضوية أو زمالة مجمع المحاسبين القانونيين في أمريكا. كل ولاية من الولايات عشان أقدر إن أنا أمارس مهنة المحاسبة والمراجعة في أمريكا، كل ولاية لازم إن أنا أكون ريجسترد معاها أز سي بي اي، أخد لايسنس من الولاية إن أنا أمارس مهنة السي بي اي. فعندنا هناك 55 ولاية، كل ولاية من ال 55 ولاية بتمنح لايسنس لمزاولة المهنة، يعني إن أنا أبقى سي بي اي. يعني فور اكزامبل مثلا لو انا عايز امضي على ميزانيات في نيويورك لازم ابقى متسجل في نيويورك، لو انا عايز امضي على ميزانيات في واشنطن لازم ابقى متسجل في واشنطن، عشان امضي على ميزانيات في كاليفورنيا لازم ابقى متسجل في كاليفورنيا، ولازم اكون واخد لايسنس من كاليفورنيا. اوكي، طيب الموضوع ده هيفرق معايا انا في ايه؟ لو انا ناوي ان انا اسافر واشتغل في امريكا هيفرق معايا اختيار الولايه، رايح على سبيل المثال مثلا ان انا رايح على ولايه معينه ليا حد من اصحابي قاعد هناك، حد من قرايبي قاعد هناك واروح اقعد معاه، عايز اروح على ولايه معينه هيفرق معايا اختيار الولايه. اذروايز لو مش فارق معايا اختيار الولايه بختار الولايه اللي الاجراءات بتاعتها اسهل وتتناسب مع الريكويرمنتس بتاعتنا، خصوصا ان كل ولايه بيبقى عندها ريكويرمنتس معينه لدخول الامتحان وريكويرمنتس معينه ان هي تدينا اللايسنس. ماشي، فاحنا عندنا كده اول حاجه في 55 ولايه بنسجل مع واحده من الولايات ديت علشان نقدر ان احنا نخش الامتحان. ان توتال احنا عندنا تقريبا السي بي اس حوالي 400,000 واحد سي بي اي في العالم، متوزعين ما بين حوالي 128 دوله. البروسيس بتاعت السي بي اي فيها شويه اكزام بارتنرز كده بنسمع اساميهم كتير. مثلا من ضمن الاكزام بارتنرز في الولايات نفسها، اللي احنا قلنا ان اللايسنس نفسها بتبقى ايشود على مستوى الولايه، كل ولايه بتايشو لايسنس. ادي ال 55 ولايه اللي موجودين عندنا. لو انا مش فارق معايا ولايه معينه انا عايز اروح لها، فانا بريكومند ان احنا نسجل مع ولايه اسمها جوام. ليه؟ لان كل ولايه من الولايات عندها ريكويرمنتس، الريكويرمنتس بتاعت اغلب الولايات ديت ان يقول لك على سبيل المثال ان انت لازم يكون وانت متخرج من الكليه معاك حاجه اسمها 150 كريدت اورز. الكريدت اورز بتاعتي اللي هي عدد ساعات الدراسه اللي كنت بدرسها الايكوفلنت، يعني عدد ساعات الدراسه الايكوفلنت بتاعتها لعدد ساعات الدراسه اللي بتدرس عندهم ايه للمواد اللي زيها. غالبيه الجامعات اللي موجوده هنا من مصر بتطلع اون افريج من 125 ل 132 ساعه. فمعنى كده ان الولايات اللي بتطلب 150 ساعه احنا مش هنقدر ان احنا نسجل معاها. غالبيه الولايات دلوقتي بتطلب لللايسنس 150 ساعه وبتطلب للاكزامينيشن 150 ساعه، فيما عدا ثلاث اربع ولايات بيطلبوا للاكزامينيشن عشان تاخد الامتحان 120 ساعه وللايسنس 150 ساعه. جوام لحد دلوقتي دي الولايه الوحيده اللي بتطلب 120 ساعه لدخول الامتحان و120 ساعة علشان يديني اللايسنس. في ولايات تانية ممكن تكون ولايات كويسة بتاخد برضو ايه تقدر ان انت تخش بال120 ساعة وتدخل تعمل الاكزامينيشن، بس عشان تاخد اللايسنس محتاج ان انت توصل لل150 ساعة. طب عشان اخد ال150 ساعة احتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج مثلا فور اكزامبل اروح اخد دبلومة في المحاسبة المالية، ان انا اروح اعمل على سبيل المثال مثلا ماستر ولا اعمل ام بي اي عشان اكمل الاكاديميك اورز. طيب ال150 ساعة دول طب انا زياد معايا مثلا سي ام اي، السي ام اي تديني كريدت اورز فيها؟ لا، احنا بندور على اكاديميك اورز مش بروفيشنال اورز. السي ام اي بتدي حاجه اسمها بروفيشنال اورز، التريننجز اللي انا بحضرها بتدي بروفيشنال اديوكيشن اورز، لكن اللي بيدي اكاديميك اورز اللي هي الاكاديميك انستتيوشنز اللي هي الجامعات يعني
اوكي. يبقى معنى كده ان انا علشان اقدر ان انا اريجستر وادخل الامتحان انا بدور على الولايه اللي تمشي مع ايه، تمشي مع الكريديت اورز بتاعتي. في حد هنا خريج اكاديميه سادات؟ يعني تقريبا ديت الوحيده اللي انا شفتها بتطلع اقل من 120 ساعه. غالبيه الجامعات اللي موجوده هنا في مصر زي ما قلنا بتطلع اون افريج من 126 ساعه، لما بنبعت الورق بتاعنا للتقييم بيطلع اون افريج من 126 ساعه ل 132 ساعه. ديت غالبيه الجامعات. في بعض الجامعات زي الجي يو سي والاي يو سي وام اي يو بيدوا شويه ساعات، عدد ساعات اكتر شويه. في بعض الجامعات ممكن توصل لل 150 ساعه. الموضوع دوت بيبان امتى؟ لما بنبعت الاوراق بتاعتنا للايفالويشن، وهنتكلم على البروسس بتاعت الايفالويشن قدام شويه. يبقى بالتالي من الولايات دولت انا بختار ولايه الاول برجستر معاها. من ال 55 ولايه ماي اون ريكومنديشن ان احنا هنرجستر مع ايه؟ مع جوام، مع ولايه اسمها جوام. اتكلم برضو عن الريجستريشن بروسس بتتم ازاي. تاني اكزام بارتنر موجود عندنا هو الاي اي سي بي اي نفسهم. الاي اي سي بي اي اللي هي الجمعيه نفسها، المعهد نفسه، معهد المحاسبين القانونيين في امريكا. الاي اي سي بي اي دوره في العمليه بتاعتنا ايه؟ هو اللي بيديترماين الكونتنت، هو اللي بيحدد الكونتنت، ايه الحاجات اللي المفروض ان هي تدرس في السي بي اي. الراجل اللي هيخش يمتحن سي بي اي المفروض يمتحن في ايه؟ الكونتنت بتاع الامتحان بتاعه. هو اللي بيحدد الكونتنت، وهو اللي بي بريبير الاكزامينشن كويشن، هو اللي بيحدد الاسئله. احنا كلنا عارفين طبعا ان الامتحان امتحان كمبيوترايزد، هو بيجهز بنك اسئله، بنك الاسئله دوت بيتحط على سيرفر معين، وانا داخل الامتحان بتبدا تطلع لي الاسئله راندوملي من بنك الاسئله ده. هو اللي بيجهز كل، بيعمل البريبريشن للاكزامينشن كويشن، وهو اللي بيحدد كمان طريقه السكورينج. يعني على سبيل المثال مثلا الام سي كيو ديت هتاخد نص درجه، وديت هتاخد درجه لربع. العدد الدرجات اللي متوزعه ما بين الام سي كيوز وبعضها مش واحد، وفي ام سي كيوز من الام سي كيوز اللي انا بحلها من الامتحان بتبقى اوت اوف سكور. بتبقى يعني انا قاعد احل فور اكزامبل مثلا عندي 60 ام سي كيو قاعد احلهم، ممكن الاقي ان ال 60 ام سي كيو في 5 ام سي كيوز اوت اوف سكور ما اخدش عليهم درجات. يبقى الهدف من الام سي كيوز الاوت اوف سكور ان هو بيتست بيها، شوف الام سي كيوز دي الناس عارفه تحلها، الناس عندها النولج بتاعتها. لو لقى ان الناس عارفه تحلها والنولج بتاعتها بتاعت الناس عنها كويس، يبدا في الامتحانات اللي بعد كده ينزلها ويحط عليها سكور. هو اللي بيحدد السكورنج بروسيس بيتم ازاي، او توزيع السكور ما بين الاسئله بيتم ازاي. هو اللي بيحدد كمان الادفايزري سكور، يعني بعد ما النتيجه بتاعتنا بقى خلاص احنا دخلنا امتحاننا، هو اللي بيحدد الادفايزري سكور اللي بيتبعت لنا بعد كده على الايميل، او بنخش بنشوفه من على الويب سايت بتاعنا. فده كده ده دور الاي اي سي بي اي في عمليه الامتحان. عندنا اكزام بارتنر تاني اسمه النسبه، الناشونال اسوسيشن اوف ستيت بورد اوف اكاونتنسي. دور النسبه هنا هي كليرنج هاوس، يعني بدل بقى ما انا اروح اقعد اسجل مع كل ولايه لوحدها، وكل ولايه بقى تبقى بتمانج الاكزام بتاعها لوحدها، وكل ولايه تقعد تكومينيكيت مع الكانديديتس بتوعها، وتكومينيكيت مع البورد، وتكومينيكيت مع الاي اي سي بي اي. فعلشان الموضوع دوت البروسيس ديت ما تبقاش بروسيس صعبه، قالوا خلاص احنا هنعمل وان كليرنج هاوس، هو اللي مسؤول عن تنظيم عمليه الاكزام ريجستريشن، هو اللي مسؤول عن تنظيم العمليه بتاعت ان هو يعمل لك الايفالويشن بتاع السكور بتاعك او بتاع الترانسكريبت بتاعك، ايفالويشن للاكاديميك كورس بتاعك، هو اللي يقيمه، هو اللي يرد عليك ويقول لك انت اليجيبل انك تاخد الامتحان، هو اللي انت هتسجل معاه وتختار المواد اللي انت هتمتحنها، هو اللي هيبعت لك النوتس تو سكادول اللي بتقول لك ان انت خلاص انت من حقك دلوقتي ان انت تخش وتسكادول الامتحان، تختار ميعاد الامتحان بتاعك والموقع بتاع الامتحان بتاعك، هو اللي بيمانج الكلام ده كله، ده الدور بتاع النزل. فاحنا كل عمليه الريجستريشن بتاعتنا بتتم اونلاين عن طريق الويب سايت بتاع النزل. البارتنر اللي بعد كده البروميتريك. البروميتريك ده المكان اللي انا بروح امتحن فيه، التست سنتر اللي انا بروح امتحن فيه. احنا ما عندناش هنا في مصر، عندنا بروميتريك بس ما عندناش امتحان سي بي اي في مصر. امتحان السي بي اي مينلي كان هيستوريكلي قبل 2011 كان بيتعمل في امريكا وبس. من اول اغسطس 2011 الامتحان ابتدى ان هو يخرج بره امريكا، خرج الاول بشويه دول كده موجوده في الخليج، الكويت والامارات والبحرين ولبنان، وبعد كده خرج كمان للبرازيل في امريكا اللاتينيه، وخرج كمان لدوله كمان في شرق اسيا بس انا مش فاكر ايه هي. فاحنا يعني بالنسبه لنا احنا كمصريين نقدر ان احنا ناخد الامتحان ايزر في امريكا او في اي دوله من الاربع دول اللي هو زي ما قلنا الامارات والبحرين والكويت ولبنان، اي دوله من الدول دي. وكل الدول ديت فيها برومتريك تيست سنتر اروح امتحن فيه، فده دور البرومتريك تيست سنتر، ده المكان اللي انا بروح امتحن فيه. الاكزامينشن بروسيس بتبدا الاول بان انا ابلاي تو تيك الاكزام، ابدا ان انا اقدم. التقديم دوت بيبقى على الموقع بتاع النسبه. بعد ما بابلاي تو تيك الاكزام ببدا ان انا بكمبليت البيمنت للاكزامينشن فيز، وهنتكلم عن الفيز كمان شويه نشوف الفيز بتبقى شكلها عامل ازاي. بعد كده عاملين لنا على الويب سايت بتاع الاي اي سي بي حاجه اسمها توتوريال اند سامبل تيست، بيوريني شكل الامتحان بالظبط، نفس المنظر اللي انا اشوفه في الامتحان.
يديني سمبل كده لشكل الامتحان هيبقى عامل ازاي. فحاجه ظريفه كده ان انا قبل ما اروح الامتحان يبقى عندي لوك اند فيل كده بتاعه الامتحان، ابقى شايف شكل الامتحان عامل ازاي، علشان لما اخش ما الاقيش المنظر شكله ايه مختلف شويه عن الطريقه اللي انا كنت بذاكر بيها. لا ده انا عايز اشوف نفس المنظر بالظبط. فبالتالي اخش على الويب سايت بتاع الاي اي سي بي اي، عن طريق الويب سايت بتاع الاي اي سي بي اي اقدر ان انا ريفيو التوتوريال والسمبل تيست. بعد الكلام دوت وبدفع الاكزامينيشن فيز بيجي لي حاجه اسمها نوتس سكيدول. النوتس سكيدول ديت حاجه كده عامله زي رقم الجلوس، اللي هو بيديني الكود بتاعي اللي بيقول لي والله خلاص انت يو ار اليجيبل ان انت تو تيك الاكزام، خلصت كل البروسيس بتاعت الريجستريشن وليك عندي كود. انت هتدخل مثلا امتحان الفار، الكود بتاعك كذا، الكود ده هو اللي انت بتخش بيه على الموقع بتاع بروميتريك وتختار انت عايز تمتحن فور اكزامبل مثلا في لبنان، امتحن في لبنان يوم 10 ديسمبر 2019 او مختار الميعاد بتاعي الساعه 9 الصبح ابدا ان انا اختار ادخل الكود دوت واكمل الريجستريشن بتاع مكان الامتحان اللي انا همتحن فيه. ولما اروح الامتحان كمان وانا قاعد في الامتحان علشان تفتح لي السكرين بتاع الامتحان بحتاج الكود اللي موجود في النوتس سكيدول ده، بدخل الكود دوت هو ده اللانشنج كود بتاعي اللي بيفتح لي السكرين بتاعت الامتحان اللي انا بخش وامتحن عليه. اوكي، بعد ما بتجي لي النوتس سكيدول، وفي هنا نقطه مهمه قوي، ان النوتس سكيدول ديت بتبقى فاليد لمده 6 شهور وبس. من اول ما بتجي لي النوتس سكيدول بتكون فاليد لمده 6 شهور وبس. فمعنى كده ان انا لما ابدا البروسيس بتاعتي ابقى مطمن ان انا وانا ببدا البروسيس ان انا داخل للامتحان في خلال مده قد ايه؟ 6 شهور. يعني ممكن لو شهر زياده مثلا للبروسيس نفسها بتاعه الريجستريشن، ان انا هبعت الاوراق بتاعتي للايفالويشن ويردوا عليا وبعد كده يبعتوا لي النوتس سكيدول، ففي شهر زياده وبعد كده تجي لي النوتس سكيدول. من اول ما تجي لي النوتس سكيدول المفروض ان انا ادخل الامتحان في خلال مده قد ايه؟ 6 شهور. ما بتجي لي نوتس سكيدول بخش سكيدول الامتحان بتاعي، انا عايز امتحن فور اكزامبل فار، عايز امتحن اوديت وهكذا، وتروح تاخد الاكزام بتاعك زي ما قلنا في بروميتريك تيست سنتر، وبعد كده يجي لي السكور ريبورت بتاعي على الايميل. في شويه ريكويرمنتس بنسميهم الريكويرمنتس دي بنسميهم الثري ايز عشان اقدر ان ادخل الامتحان. في education requirement وفي exam requirement وفي experience requirement. الاكسبيرينس ريكويرمنت دي احنا بنحتاجها لللايسنس، لكن للاكزامينيشن انا بحتاج الاثنين دول. اول حاجه الايديوكيشن. في الايديوكيشن بيقول لي ايه؟ You may qualify to sit an exam if you have completed or will complete within 18 months from the date of first sitting complete. يعني ايه الكلام ده؟ ديت واحده من التشالنجز اللي موجوده في امتحان السي بي ان. من ساعه ما باخد اول امتحان انا قررت مثلا ان اول امتحان انا هاخده هو الفار. من ساعه ما بدخل اول امتحان الفار وربنا يوفقني فيه وبنجح قدامي فتره 18 شهر اكون مخلص الثلاث مواد اللي باقيين. عارفين ان المواد اللي عندنا احنا عندنا اربع مواد، فاينانشال اكاونتنج والاوديتنج والبيك والريجوليشنز. الاربع مواد دولت لازم يخلصوا في خلال مده 18 شهر من نجاحي في اول ماده. يعني فور اكزامبل دخلت امتحان مثلا بتاع الفار في شهر يناير 2020، فقدامي من يناير 2020 لحد جولاي 2021 اكون مخلص الثلاثه الباقيه. لازم يكون معايا باكلر ديجري، والباكلر ديجري بتاعتي تكون في الاكاونتنج، ويكون عندي 24 كريدت اورز في الاكاونتنج. زي ما قلنا غالبيه الجامعات اللي احنا بنبقى متخرجين منها بتدينا ده، بتدينا ال 24 كريدت اورز دي، ويكون عندي 24 كريدت اورز في البيزنس ريليتد توبكس اللي هي زي الايكونومكس زي الفاينانس زي البيزنس لو. برضو غالبيه الجامعات اللي احنا متخرجين منها ما عندهاش المشكله دي، بتدينا ال 24 ساعه دي. بس ان توتال زي ما قلنا احنا محتاجين ان يكون عدد الساعات بتاعتنا عشان نقدر ان احنا نرجستر مع اجوام قد ايه؟ 120 ساعه، وفي بعض الولايات بتحتاج 150 ساعه. الموضوع دوت زي ما اتفقنا كده بحتاج ان انا الاول بجيب من الجامعه اللي انا متخرج منها حاجه اسمها ترانسكريبت. الترانسكريبت دوت اللي هو بيان بعدد ساعات الدراسه. كل الجامعات اللي احنا متخرجين منها عارفين البيان ده. بروح بقول لهم انا عايز بيان بعدد ساعات الدراسه، طبعا البيان ده انا بجيبه بالانجلش. وببعته على الويب سايت، ببعته للناسبة علشان ياخدوا الكلام اللي موجود فيه دوت ويقدروا ان هم منه يعملوا ايفالويشن للدرجات بتاعتي، يعملوا ايفالويشن لعدد ساعات الدراسه بتاعتي ويشوف هل انا كملت ال 120 ساعه ولا لا. مهم في الموضوع ده ان الناس المفروض ان هي بتستقبل مباشره من الجامعه بتاعتنا عدد الساعات دي عشان يضمن ان انت ما خدتش الورقه ولعبت فيها. المفروض ان الجامعه بتاعتنا هي اللي بتبعت، غالبا الجامعات بتاعتنا ما بتبعتش. فاحنا بنعمل ايه؟ بناخد من الجامعه بتاعتنا الترانسكريبت بنحطها في ظرف وبنقول للجامعه اختمي لي على قفله الظرف. اوكي، وبنحط على الظرف دوت او بنكتب العنوان اللي احنا هنبعت عليه اللي هو العنوان بتاع النسبه. فالختم بتاعهم على قفله الظرف ده بيضمن لهم ان الظرف دوت اتقفل ومحدش فاتحه بعد كده. ماشي؟
فيبقى احنا لازم نكمل زي ما قلنا 120 ساعه. لازم الترانسكريبت دوت يتعمل له ايفالويشن، وبابلاي على الايفالويشن عن طريق الويب سايت ده. الويب سايت دوت اللي هو الويب سايت بتاع الناس، بتلاقي فيه برودكت كده عليه اللي هو انترناشونال ايفالويشن سيرفيس. في ابلكيشن فيز بندفعها اونلاين، بنبعت الترانسكريبت ومعاه صوره من الباكلر ديجري بتاعتي اللي هي الشهاده بتاعت الكليه، شهاده التخرج. لو انا معايا ماستر ديجري كمان ابعتها تزود لي عدد الساعات بتاعتي. لو انا معايا دبلومه من جامعه ابعتها برضه تزود لي عدد الساعات بتاعتي. زي ما قلنا سي ام اي لا، سي اف اي لا، اي فور اس دبلومه لا، الحاجات ديت كلها بروفيشنال ايديوكيشنز مش هتزود لي عدد الساعات بتاعتي. ببعت كمان صوره من الباسبور بتاعي عشان يبقى عارف الترانسكريبت ده بتاع مين ويربطه بالابلكيشن بتاعك. ببعت صوره من الباسبور بتاعي وبكمبليت سيت اوف الاوفيشال. كل الكلام ده لازم يكون ان انجلش. لو في حاجه فور اكزامبل لو الجامعه بتاعتي ما بتطلعش انجلش، غالبيه الجامعات طبعا دلوقتي بتطلع ترانسكريبت دوت، بتقول لهم انا عايز ترانسكريبت بالانجلش، بيطلع ترانسكريبت بالانجلش. طب لو الجامعه بتاعتي ما بتطلعش الترانسكريبت بالانجلش، ممكن اطلب منهم ترانسكريبت بالعربي ياخدوا انا اترجمه. وكل الحاجات دي هتتبعت على العنوان بتاع الناسبه، وهتلاقي برده هنا في البرزنتيشن بتاعتنا ديت العنوان بتاع الناسبه موجود هنا. طيب فديت كده اول حاجه عندنا اللي هي الريكويرمنت بتاعت الايديوكيشن. احنا قلنا عندنا 3 ايز عشان ابقى لايسنس اخد اللايسنس، في 3 ايز: ايديوكيشن واكزامينيشن واكسبيرينس. فاتكلمنا عن اول اي اللي هي الايديوكيشن. الاي اللي بعدها اللي هي الاكزامينيشن. انا عندي اربع امتحانات، لازم ادخل الاربع امتحانات ديت وانجح فيهم. ببدا ان انا اسجل اولا من على الويب سايت بتاع الناسبه، وبدفع ابلكيشن فيز $200 زي ما قلت لك. انا هعمل لكم في الاخر سمري بالفيز دي كلها ايه. بدفع ابلكيشن فيز على الويب سايت بتاع الناسبه $200 عن طريق الويب سايت ده. قبل ما تبعت الايفالويشن، عشان هو هياخد بقى ويربط الايفالويشن بتاعك ده بالابلكيشن اللي معمول على الويب سايت. وادي الاكزامينيشن سيكشن فيز كمان انا بدفعها، بس بدفع الاكزامينيشن سيكشن فيز ديت بقى وانا بسلكت خلاص بقى، وانا بعمل الابلكيشن بتاعي بختار الامتحانات اللي انا عايز ادخلها ايه، وبدفع الاكزامينيشن فيز بتاعتها. الاكزامينيشن فيز بتاعتنا للاوديت والبيك والفار والريج كلهم واحده بالنسبه لجوام حوالي $210 على كل امتحان، حوالي $210. لو انا همتحن في امريكا بدفع على الامتحان الواحد $210 وخلاص على كده. لكن لو انا همتحن بره امريكا في حاجه اسمها انترناشونال ادمنستريشن فيز. لو امتحن في لبنان، امتحن في الكويت، امتحن في البحرين، امتحن في الامارات، اي دوله من الدول العربيه ديت لو انا همتحن فيها في حاجه اسمها انترناشونال ادمنستريشن فيز، بدفعها زياده على كل ماده انا بامتحنها. الانترناشونال ادمنستريشن فيز ديت $356 على كل ماده، يعني اون افريج كده كل ماده هتبقى بتكلفني حوالي $560 لو انا همتحن بره امريكا. لو انا بامتحن جوه امريكا $210 وبس. بلس ان الايفالويشن كمان نفسه التكلفه بتاعته $225. اول ما انا بعمل الابلكيشن بتاعي على الناسبه وبياخدوا الايفالويشن، بياخدوا الترانسكريبت بتاعي ويعملوا له ايفالويشن، خلاص بعد ما بيعملوا الايفالويشن نتيجه الايفالويشن بتاعتهم بتتبعت لجوام اللي هي البورد اللي انا مسجل معاها او اي بورد انا مسجل. لو انا مسجل على سبيل المثال مثلا مع واشنطن، هيبعته لواشنطن ويقول لك ادي الترانسكريبت بتاع زياد اللي مسجل، وادي الابلكيشن بتاعه، اتفضلوا ادونا الاوثرايزيشن ان زياد يدخل الامتحان. فكل بورد بتبقى دورها ان هي تدي اوثرايزيشن تو تيست ان زياد من حقه ان هو يدخل الامتحان. فوانس جوان بورد اوف اكاونتنسي ديترماينز ذات يو ار اليجيبل تو سيت ذا اكزام، بيبعتوا اوثرايزيشن تو تيست، يبعتوا للناسبه ان خلاص زياد من حقه ان هو يدخل الامتحان. ناسبه ويل زين ايشو النوتس تو سكادول اللي كنا بنتكلم عنها الان تي اس. Once you receive the NTS, you may contact Guam Computer Testing Center to schedule your exam, أو بتخش زي ما قلنا على طول على موقع بتاع بروميتريك عشان تختار الإكزام بتاعك. الإكزام لوكيشن هيكون فين والساعة كام والميعاد بتاعه إيه. وزي ما قلت لكم من شوية، خلي بالك إن النوتس سكادول ديت مدتها من ساعة ما بتصدر مدتها قد إيه؟ 6 شهور. فخلاص طالما أنا قررت إن أنا هطلع النوتس سكادول لازم أبقى مطمن وأنا باخد البروسيس ديت إن أنا داخل الامتحان خلال مدة 6 شهور. ما بيأجلوش إلا لو في أعذار قوية قوي. اعذرك يعني مثلا فور اكزامبل احنا ما شفناش ناس اتاجل لهم غير ايام الثوره في 2011 لما ما كانش في طيارات بتطلع من مصر، او حد عنده عذر مرضي قوي ويبعت لهم بقى الداتا وهم يبعتوا لهم بقى الدوكيومنتيشن وهم يوافقوا يا ما يوافقوش. فيبقى بالتالي خليني بعيد عن الموضوع ده لما اكون متاكد ان انا هدخل الامتحان. فور اكزامبل مثلا مقرر ان انا هدخل الامتحان في شهر 6 2020، يبقى انا هبدا الريجستريشن بروسيس من دلوقتي من ديسمبر. لو انا ادخل الامتحان اخر 2020 يبقى ابدا الريجستريشن بروسيس من شهر 3 من شهر 4.
الفترة اللي انا اقدر امتحن فيها امتى؟ هل اقدر امتحن اي وقت خلال السنة ولا لا؟ اقول لك بص يا سيدي، انت اون افريج كده كان زمان الامتحان بتاعنا كان بيتعامل على 4 ويندوز، هو ستيل على 4 ويندوز، كانت الويندوز ديت فترات اي شهر ما يقبلش الاسم على 3، يعني 3 شهر مارس لا، شهر جون لا، شهر سبتمبر لا، شهر ديسمبر لا. دلوقتي عملوا شوية تغييرات بسيطة وقال لك انت ممكن في بداية الشهر ده اول 10 ايام تدخل الامتحان، يعني نقدر نقول ان انا اقدر امتحن في شهر يناير وفي شهر فبراير واول 10 ايام في مارس، امتحن في شهر ابريل وشهر مايو واول 10 ايام في جون، امتحن في شهر جولاي واوغست واول 10 ايام في سبتمبر، امتحن في شهر اكتوبر ونوفمبر واول 10 ايام في ديسمبر، اخر 20 يوم من الكوارتر ما فيهمش امتحان. اوكي، يبقى انا برضو انا بسكاديول الامتحان بتاعي وبختار انا عايز امتحن امتى، امانج الموضوع ده على حسب بقى وقتي. انا بشتغل في اوديت، يبقى انا في عندي وقت في هاي سيزون مش عارف اخد فيه اجازات، بشتغل مثلا اكاونتنج او الاكاونتنت في فاينانس ديبارتمنت جوه شركه، فالوقت بتاع الكلوزنج ابقى واخد بالي ان في الوقت ده ممكن اكون انا مش عارف ان انا اخد اجازات. اوكي، فانا كده زي ما بنقول ادي تيستنج ويندوز بتاعتنا من 1 يناير ل 10 مارس، من 1 ابريل ل 10 جون، من 1 جولاي ل 10 سبتمبر، من 1 اكتوبر ل 10 ديسمبر، وفي الاوقات ديت مفيش تيستنج. وانا رايح الامتحان النوت تو سكادول الان تي اس اللي انا بتكلم عنها ديت لازم تكون معايا، لازم يكون ديت معايا ومعايا الباسبور، هي دي اللي فيها اللانشنج كود اللي انا بدخله علشان اقدر ان انا اكسس الامتحان بتاعي. طيب كل الامتحانات بتاعتنا السكور بتاعها من 100 ودرجه النجاح من 75، كل الامتحانات الاربع امتحانات بتوعنا السكور من 100 ودرجه النجاح فيها من 75، مدة الامتحانات كلها 4 ساعات، كل امتحان من الامتحانات اللي انا بدخلها مدتها 4 ساعات، خلال الاربع ساعات بيكون في ربع ساعة اوبشنال بريك، بيديني فترة كده ان انا ايه اقدر ان انا اطلع بريك. البريك ده حد عايز يخش حمام، حد عايز يشرب سيجارة يقدر ان هو يستفيد بالبريك ده ويطلع البريك ده، بس لمدة ربع ساعة وفي وقت محدد، يعني هو بعد مثلا ايه بعد مدة معينة كده بعد ساعتين فور اكزامبل او ساعتين ونص يقول لك من حقك دلوقتي ان انت تطلع اوبشنال بريك، وانت تسلكت انت عايز ان انت تاخد البريك ولا لا. ماشي، لو انا عايز اطلع بريك اكتر من كده بيبقى من وقتي. اللايسنس ريكويرمنت بتاعت جوام، جوام بتدي لايسنس بشرط ان انا يكون عندي 2 years experience minimum 4000 ساعة او 1 year experience مع 150 ساعة education hours. الكلام دوت معناه ايه؟ احنا قلنا ان انا اقدر ادخل الامتحان ب 120 ساعة، 120 ساعة دي غالبية الجامعات بتاعتنا بتدينا ال 120 ساعة عشان اخد اللايسنس. ايه هي اهمية اللايسنس؟ اللايسنس هي اللايسنس تو براكتس عشان اقدر ان انا امارس المهنة، عشان اقدر ان انا امضي على ميزانيات او اقرارات ضريبية هناك جوه الولاية دي جوه جوام، عشان اقدر ان انا امضي على اللايسنس ديت، عشان سوري اقدر ان انا امضي على ميزانية او امضي على اقرار ضريبي لازم يكون معايا اللايسنس تو براكتس. علشان يدوني اللايسنس، اللايسنس حلاوتها ان هو بيديني مع اللايسنس الشهادة الكبيرة، مع الامتحان بيديني حاجه اسمها ايه ان انا زي ريبورت كده ان انا اي باس الاربع امتحانات، لكن علشان انا اخد الشهاده نفسها الشهاده الكبيره لازم اكون معايا اللايسنس. طيب فاول حاجه كده عشان اقدر ان انا اخد اللايسنس بعد ما بخلص الامتحانات ونجحت في الاربع امتحانات، بيطلب مني ان انا بعمل شويه ابلكيشن برضو كده اونلاين على الويب سايت بتاع جوام وبدفع فيز لللايسنس ديت، والفيز دي بتدفع سنويا عشان احافظ على اللايسنس بتاعتي ان هي اكتف، عاملها بالظبط كده زي رخصه العربيه لازم تتجدد كل سنه وادفع المصاريف بتاعه التجديد بتاعتها، ولازم يكون عندي وانا بابلاي على اللايسنس يا اما سنتين اكسبيرينس مع حد اشتغلت مع حد سي بي اي، سنتين اكسبيرينس 4000 ساعه او سنه واحده اكسبيرينس زائد 150 كريدت اورز. طيب اعمل ديت ازاي؟ اجيبها منين؟ حد انا اشتغلت معاه مثلا على سبيل المثال معاه سي بي اي ويكون معاه لايسنس، مش بس معاه سي بي اي يكون معاه لايسنس يمضي لي ان انا اشتغلت معاه لمده 4000 ساعه، يمضي لي ان انا اشتغلت معاه لمده سنتين. ماشي، حد هيقول لي طب يا زياد لو انا ما عنديش حد اعمل ايه؟ المصريين بيحبوا يخدموا، يعني هتلاقي يعني ناس تخدمك في المواضيع دي. زي ما قلنا دي الاماكن اللي فيها الانترناشنال تيستينج. اه في اليابان، اه المواطنين بتوع اليابان من حقهم ان هم يمتحنوا في اليابان او في امريكا،
احنا كمصريين من حقنا ان احنا نمتحن في امريكا، او زي ما قلنا من حقنا ان احنا نمتحن في البحرين او الكويت او لبنان او الامارات. طيب امتحن فين؟ امتحن هنا ولا هنا؟ الفيز almost واحدة، يعني الفرق ما بين ان انا امتحن هنا وامتحن هنا مفيش فرق كبير. يعني زي ما قلنا لو انا امتحنت انترناشنال بدفع شوية فيز زيادة، بس تكلفة السفر نفسها بتبقى اقل شوية. انا مثلا اسافر لبنان فتذكرة الطيارة اقل، مش الاقامة بتاعتي ممكن لبنان، يعني لو انا عايز اروح من هنا فور اكزامبل مثلا اروح بيتي، انا ساكن في التجمع، عشان اروح بيتي اخد ساعة، لبنان برضو انا مسافر هاخد ساعة. ومفيش تأشيرة وانت داخل، في وانت داخل بيديك تأشيرة اون ارايفل، فيزا اون ارايفل ب $20. فمعنى كده ان انا ايه الدخول الموضوع سهل. في شوية مشاكل عندهم دلوقتي ان شاء الله ربنا ايه يحلها. طيب لو ما كانش عندي الامارات، الامارات برضو اوبشن كويس ان انا اسافر امتحن فيه. الفيزا بتاعتها برضو تقريبا بحوالي $75، الفيزا بتاعتهم مش غالية. تذكرة السفر بتاع حوالي تقريبا حوالي $6,000، برضو يعني كوست كومبيرنج ان انا لو هسافر امريكا لا تذكره السفر 12 او 14000 جنيه. فمعنى كده ان انا هلاقي لما اجي اسافر فور اكزامبل امتحن انترناشنال مقارنه بان انا لو امتحنت في امريكا التكاليف almost the same. في فرق بس الفرق مش كبير قوي. شكل الامتحانات نفسه عامل ازاي؟ قلنا عندنا اربع امتحانات احنا بنمتحنهم، الفار والاوديت والبيك والريج. الاوديت عباره عن 72 ام سي كيو، اسئله اختيار من المتعدد، زائد 8 تاسك بيزد سيميوليشنز. توزيع الدرجات فيهم 50-50، 50 درجة و50 درجة، 50% على الام سي كيوز و50% على السيميوليشنز. سيميوليشنز اللي هو بيحطني في سيتويشن، يجيب لي كيس ستادي ويبدا يسالني على الكيس ستادي، يفتح لي كده كيس ستادي يقعد يخليني اقعد ابص على شويه مستندات كده واقرا المستندات ديت، وبيزد على المستندات دي يبدا ان هو يوجه لي اسئله. يعني ممكن فور اكزامبل مثلا يجيب لي بنك ستيتمنت والبنك ريكورد ويقول لي اعمل بنك ريكونسيليشن. ده كده ايه؟ ده كده شكل السيميوليشن. مع الاوديت ممكن يجيب لي كيس على سبيل المثال مثلا مستندات اراجع عليها ويقول لي ايه قول تاثير الكلام دوت على الاوديت ريبورت ايه، او يطلع لي اوديت ريبورت ويسيب لي اماكن فاضيه وانا ابدا ان انا املى الاماكن الفاضيه اللي موجوده في الاوديت ريبورت. كل امتحان من الامتحانات اللي احنا بنمتحنه زي ما قلنا احنا عندنا هنا 72 ام سي كيو و8 تاسك في سيميوليشن. الامتحان بيبقى متقسم لحاجه اسمها تيست ليتس. التست ليتس عباره عن شاشات ورا بعض كده، يعني فور اكزامبل مثلا عندنا هنا 72 ام سي كيو، الام سي كيوز متقسمين على 2 تست ليت. يعني ايه 2 تست ليت؟ يعني عندي قدامي على السكرين اللي قدامي سكرين واحده فيها 36 ام سي كيو، جوه ال 36 ام سي كيو بقعد اتحرك ما بين ام سي كيو 1 ل 2 ل 3 ل 4 زي ما انا عايز لحد ما اخلص ال 36 ام سي كيو. بعد ما اخلص ال 36 ام سي كيو دولت بدوس سبميت ان انا خلصت ال 36 ام سي كيو، ينقلني على تست ليت اللي بعدها فيها برضه 36 ام سي كيو. وانس ان انا اتنقلت من تيست ليت للتيست ليت الثانيه ما ينفعش ارجع للي قبلها. طالما انا خلصت 1 تيست ليت اتحركت للتيست ليت اللي بعدها ما ينفعش ارجع للي انا خلصتها. اوكي خلصت؟ انت في النهايه عندك اربع ساعات بقى للامتحان، فانت بتنظم الاربع ساعات. انا دايما بحب ان انا انظم على قد انا هكسب من وراء ايه. يعني الام سي كيوز هتديني 50% والامتحان بتاعه اربع ساعات، يبقى انا هدي للام سي كيوز قد ايه؟ ساعتين. التاسك بيست سيميوليشن هتديني 50% اديها هي كمان قد ايه؟ ساعتين. اجي هنا عندي 2 تيست ليت وعندي ساعتين للام سي كيوز، يبقى انا هدي لكل واحد قد ايه؟ ساعه. ماشي؟ يبقى انا عندي 36 ام سي كيو خلصتهم، هتنقل بعد كده على ال 36 ام سي كيو اللي بعدهم. خلصتهم هتنقل على الاثنين تاسك بيست سيميوليشن. زي ما قلنا لو انا خرجت من تيست ليت لتيست ليت اللي بعدها ده اتجاه واحد، ما ينفعش ان انا ارجع تاني. ده بالنسبة للأوديت. بالنسبة للبيك، بيك بزنس انفايرمنت كونسبتس. بزنس انفايرمنت كونسبتس دي فيها شوية كوليكشنز كده، شوية كوست على شوية فاينانس على شوية ايكونومي على انترنال كنترولز، شوية موضوعات متنوعة. يعني الامتحان بتاعها عبارة عن 62 ام سي كيو عليهم 50%، أربعة تاسك بيزد سيميوليشنز عليهم 35%، وثلاثة ريتن كوميونيكيشن. الريتن كوميونيكيشن دوت يعني يديني موضوع ويقول لي اتكلم على الموضوع دوت، يحطني في سيتويشن فور اكزامبل يقول لي مثلا انت الفاينانشال كنترولر بتاعت شركه اكس واي زد والسي اف او موجه لك سؤال على كذا، فرد على السؤال ده. بيشوف في الريتن كوميونيكيشن دي الريبورت رايتنج سكيلز بتاعتنا شكلها عامل ازاي، نعرف ان احنا نكتب ريبورت بشكل كويس ولا لا، نعرف ان احنا نرد على انكويري بشكل كويس ولا لا. الاخطاء الشائعه اللي الناس بتقع فيها في الريتن كوميونيكيشن ان هو يرد على السؤال في شكل بولت بوينتس،
واحد اتنين تلاتة اربعة. مفروض يعني انا لو جاي لي ايميل على سبيل المثال من السي او بتاعي بيقول لي يا زياد رد لنا على الحالة ديت نعمل ايه، مش هكتب له واحد اتنين تلاتة اربعة، ابدا الاول بانترودكشن دير معرفش ايه، وبعد كده انترودكشن عن الموضوع، بعد الانترودكشن ادخله في الكور بتاع الموضوع، في الاخر اديله الكونكلوجن. الخطا الشائع اللي الناس بتقع فيه ان هو يكتب الموضوع بولت بوينتس، فده مش صح. المفروض ان انا وانا بحل السؤال دوت ان انا اكتب الموضوع كاني بكتب ريبورت، انترودكشن وكور وفي الاخر كونكلوجن. دي عليها 15 درجه، الثلاث عليهم 15 درجه، يعني كل واحده عليها 5 درجات. متقسمين برضو على 5 تيست ليت، 2 تيست ليت للام سي كيوز كل واحد فيه 31 ام سي كيو، 2 تيست ليت للتاسك بيست سيميوليشن كل واحد فيه 2 تاسك بيست سيميوليشن، واحد تيست ليت للثلاثه ريتن كوميونيكيشن. الفار في 66 ام سي كيو و8 تاسك بيست سيميوليشن، 66 ام سي كيو عليهم 50% والتاسك بيست سيميوليشنز عليهم 50%. الام سي كيوز برضو متقسمين على 2 تيست ليت، والتيست بيست سيميوليشنز متقسمين على 3 تيست ليت، وزي ما اتفقنا اي تيست ليت اخرج منها ما ينفعش ان انا ارجع لها تاني. الريجوليشنز احنا فاهمين زي ما قلنا الفار هي الفاينانشال اكاونتنج. فاينانشال اكاونتنج يعني يكلمني عن طريقه عرض الفاينانشال ستيتمنتس، يكلمني عن الكونسبشوال فريم ورك، بيكلمني على امتى اسجل انفنتوري واسجله بكام، امتى اسجل اصول ثابته واسجلها بكام، وهكذا. الريجوليشنز يعني ايه ريجوليشنز؟ الريجوليشنز فيها حاجتين، فيها بزنس لو وفيها تاكس. البيزنس لو القانون بتاع امريكا، ما بيدرسش القانون بتاع اي دوله ثانيه، بيدرس القانون بتاعهم، قانون بتاع امريكا. مين اللي بنركز هنا؟ على القانون بتاع الكونتراكت بتاع عقود التامين، لو في خلافات ما بين الديتورز والكريديتورز نتعامل معاها ازاي، فبيكلمني على القانون التجاري بتاعهم هناك في امريكا. بلس تاكس، التاكس بيكلمني على انديفيديوال تاكس. احنا عندنا هنا غالبا مثلا هي بتلاقي غالبيه الانديفيديوالز ما بيعملوش اقرارات ضريبيه، لكن هناك في امريكا اي انديفيديوال اي شخص طالما عنده سوشيال سيكيورتي نمبر لازم يعمل اقرار ضريبي، فبيعمل اقرار ضريبي وعنده قواعد كمان نحسب له ضريبه على ايه. هو في اوريدي ضريبه بتتاخد على المرتبات بتاعته، بياخد تاكس اكزيمشنز على حاجات معينه. ففي انديفيديوال تاكس وفي كوربريت تاكس وفي تاكس على العقارات وفي تاكس على الجيفت اند ستيتس على المنح، لو انا خدت هديه فعليها ضريبه. كل الحاجات ديت ليها قوانين بندرسها في الريجوليشنز. في الريجوليشنز عندنا الامتحان برضو متقسم 50-50، 50% على 76 ام سي كيو و 50% على 8 تاسك بيست سيميليشن. بتقسم برضو على 5 تيست ليت، اول تيست ليت في 38 ام سي كيو، 38 ام سي كيو، بعد كده تاسك بيست سيميليشنز متقسمين على 3 تيست ليت. خلاصه الفيز بتاعتنا بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي، مقارنه ما بين لو انا امتحنت في امريكا ولو انا امتحنت في بلد غير امريكا. فور اكزامبل مثلا انا عملت سيميليشن هنا، لو انا امتحنت في الامارات لو انا امتحن في امريكا ايه الحاجات اللي انا هدفعها؟ اول حاجه عندنا في ابلكيشن فيز بتدفع وان تايم، اول مره كده وانا داخل على الويب سايت بتاع النسبه بدفع ابلكيشن فيز للنسبه ب $200. تاني حاجه في ريجستريشن فيز، مع كل مره انا بريجستر تو تيك ذا اكزام بدفع $100. لو افترضنا مثلا في الحاله زي دي، طب انا هسافر امتحن الاربع مواد ازاي؟ احنا متفقين او زي ما قلنا مع بعض من شويه ان انا من ساعه ما بنجح في اول ماده قدامي 18 شهر اخلص بقيه المواد، فمعنى كده ان انا ما ينفعش اخدهم ماده ماده. لو خدتهم ماده ماده هحط نفسي ان ريسك. اوكي طيب، يبقى في الحالات اللي زي ديت، وكمان عشان ما ازودش التكلفه عليا قوي، الحالات اللي زي ديت انا بنصح ان انت تسافر يا اما مرتين يا اما ثلاثه بالكثير. ماشي، ممكن اول مره مثلا اسافر فار مع اوديت مع بعض، والمره الثانيه اخد ريج وبيك. اول مره فار واوديت مع بعض، ثاني مره ريج وبيك مع بعض. في ناس ابتدت ريسنتلي بتعمل حركه ظريفه ان هو ياخد الفار الاول لوحده، بما ان الفار بياخد شويه مجهود زياده، وبعد كده المره اللي بعدها يقوم واخد البيك والاوديت، الاثنين خفاف كده وظراف ومذاكرتهم سهله، فمن واخد الاثنين دولت مع بعض، ومره اخيره للريجوليشن، فسافر على ثلاث مرات. مع كل مره انا بسافر او بابلاي ان انا هاخد مجموعه امتحانات مع بعض، زي ما قلنا انا بدفع ايه؟ ريجستريشن فيز. فلو عملت الريجستريشن على مرتين يبقى انا هدفع $100 على كل مره، يعني $200. الاكزامينيشن فيز قلنا من شويه انا عندي تقريبا على كل امتحان حوالي $210 على كل امتحان، يعني ان توتال كده حوالي $840 على الاربع امتحانات. الايفالويشن بتاع شهاده الجامعه بتاعتي او الترانسكريبت اللي انا بجيبه من الجامعه ببعته للناس بيعملوا له ايفالويشن ب $225. لو انا هسافر لامريكا اون افريج كده هنقول التذكره مثلا لامريكا بحوالي $600،
600 دولار وهسافر مرتين يعني حوالي 1200 دولار. مصاريف الاكوموديشن بتاعتي هقعد في كل مره انا مسافر مثلا 5 6 ايام، الخمس ست ايام اللي انا هقعدهم دولت اون افريج كده في المره الواحده هدفع لي مثلا حوالي 500 دولار مصاريف الاقامه. انا بقى عايز اقعد اتفسح بعد كده بعد الخمس ست ايام دولت، السي بي اي ملهاش دعوه، ما احسبهاش على السي بي اي. تسمع تقول ايه ده السفريه بتاعت امريكا بتتكلف قد كذا وما اعرفش، في ناس بتروح بقى وتتفسح ويروح يونيفرسال ستوديوز ويروح ديزني لاند، ما تحسبهاش على السي بي اي. ماشي. فالاكوموديشن كوست بتاعتنا هتبقى حوالي 500 دولار مثلا سافرنا مرتين يعني حوالي 1000 دولار. اليو اس فيزا اقدم على الفيزا، الفيزا اون افريج غالبا مفيش حد دلوقتي بيقدم على الفيزا وبتترفض، العلاقات كويسه ومفيش مشاكل يعني، حالات قليله قوي اللي بنسمع ان هي حصل فيها رفض للفيزا، وغالبا بيبقى حد عنده مشاكل في الاوراق بتاعته او كذب عليهم في حاجه وهو بيقدم الابلكيشن بتاعه. المصاريف بتاعه الفيزا 160 دولار، شويه مصاريف بقى الجراوند ترانسبورتيشن بتاعي وانا في امريكا مثلا نقول حوالي 500 دولار كمان، الكورس فيز والماتيريال حوالي 2000 دولار كمان، فنقدر نقول ان التوتال كوست بتاعتي حوالي 6300 دولار. 6300 دولار يعني حوالي 100000 جنيه ديت الكوست بتاعت السي تي اي لو انا همتحن في امريكا. لو انا هسافر امتحن في الامارات في حاجات هتزيد وفي حاجات هتقل، في تكاليف هتزيد وفي تكاليف هتقل وفي تكاليف هتفضل زي ما هي. الابلكيشن فيز هتفضل زي ما هي 200 دولار، الريجستريشن فيز هسافر مرتين هتفضل زي ما هي 100 على كل مره يعني 200 دولار، الاكزامينيشن فيز هتفضل زي ما هي 210 على كل امتحان يعني 840 دولار، الفورين كريدنشال ايفالويشن هيفضل زي ما هو 225 دولار. هيزيد عندي حاجه هنا ما كانتش موجوده قبل كده اللي هي ايه الانترناشنال تيستينج فيز اللي احنا قلنا من شويه 356 دولار على كل امتحان. الايرلاين تيكت عليها هتبقى ارخص شويه، زي ما قلت لك لو انا هسافر الامارات تذكره الامارات حوالي 5000 6000 جنيه، فهلاقي ان التذكره قيمتها اقل شويه. هنا انا كنت بدفع مثلا تذكره 600 دولار، هنا ادفع تذكره حوالي 300 دولار، الاقي التكلفه ديت اقل شويه. الاكوموديشن ممكن تبقى ذا سيم، وممكن لو انا بقى ليا اصحاب مثلا هقعد عندهم ولا حاجه، ممكن اكون لو انا همتحن برضو من ضمن الحاجات اللي الناس بتعملها يقول لك ايه انا سافر امتحن في لبنان، لبنان مش محتاجه بقى ان انا اقعد هناك، ده الموضوع كله ساعه هبات ليله اروح تاني يوم الامتحان وبعد الامتحان اخد حاجتي من الاوتيل وارجع تاني، هسافر يوم واحد. فمعنى كده ان انا خليت تكلفه الاكوموديشن عليا هي ليله، الليله ديت مثلا ب 100 دولار ولا حاجه او ليلتين بالكثير ب 200 دولار، فاقدر ان انا اقلل التكلفه بتاعه الاكوموديشن ديت. الفيزا بتاعت اليو اي بتاعت الامارات تقريبا حوالي 80 دولار في المره، يعني لو انا هسافر مرتين حوالي 160 دولار. الفيزا بتاعت امريكا هنا انا حطيتها مره واحده بس لان في الغالب بيدي الفيزا خمس سنين، لكن هنا الفيزا بتبقى الوان انتري. شويه اذر جراوند ترانسبورتيشن برضو حوالي 500 دولار للتنقلات، والكورس فيز زي ما هي 2000، فوصل التكلفه لحوالي 7000 دولار. لو قارنا هنلاقي الامتحان بره امريكا التكلفه بتاعته اغلى شويه، بس زي ما قلنا الفرق مش فرق كبير، الفرق كله يعني ما بين ده وده تقريبا حوالي 700 دولار ما بين ده وده، فالفرق مش فرق كبير. فبالتالي ما التكلفه مش هي القرار الاساسي، هي اللي هتحدد القرار الاساسي بتاعي امتحن جوه امريكا ولا امتحن بره امريكا. اوكي الديبينز بقى زي ما قلنا ايه الاسهل لي، ايه الحاجه اللي انا بفضلها. لا طب انا عايز اخد الفرصه وبالمره كمان طالما انا عندي فرصه ان انا اسافر امريكا اسافر واتفسح هناك. اوكي التشالنجز اللي بتقابلنا مع التيكينج السي بي اي اكزام ايه هي؟ اول حاجه الكوست، ان الكوست بتاعت الامتحان عاليه تقريبا من اغلى الشهادات المهنيه اللي ممكن تكون بتعدي علينا هي السي بي اي، فالكوست بتاعت الامتحان وبتاعت البروسيس نفسها كلها على بعضها عاليه. يبقى اول حاجه كده في التشالنج الكوست ديت ان انا اتجنب الريتيك. اتجنب الريتيك يعني ايه؟ يعني ما ادخلش الامتحان مرتين عشان ما يبقاش فيه تكلفه الاكزامينيشن نفسها مرتين، تكلفه السفر نفسها تزيد عليا مره كمان. طب ازاي اتجنب الريتيك؟ ان انا ما اسافرش غير وانا مطمن ان انا مستعد، انا ذاكرت كويس ومستعد وبحل الاسئله من على تيست بانك والسكور بتاعي كويس، اتكل على الله واسافر. لقيت نفسي مش جاهز، لقيت نفسي ما بذاكرش اول باول، يبقى انا ما اسافرش دلوقتي. علشان نتجنب الموضوع دوت لازم نكون احنا شغالين مع بعض في الكورس نكون بنذاكر اول باول. الموضوع بتاعنا احنا عايزين ناخد الكورس ده فاست تراك، عاملين الكورس لمده الشرح بتاعه 6 ساعات عشان عايزين ناخد الكورس ده فاست تراك، بدل ما انا اقعد بقى ايه ادرس الفار فار طويله، بدل ما اقعد ادرس الفار على 6 شهور ولا 7 شهور اكون مخلص الموضوع كله في حوالي 4 شهور، فبالتالي بعدها شهرين كمان واقوم داخل الامتحان.
انا شايف كمان ان هي فرصه كويسه ان انا ممكن اعمل حاجه اللي انا كنت بتكلم عنها من شويه وابتدى شباب كتير يعملوها دلوقتي، ان انا اخد الفار الاول لوحده، بعد ما اخد الفار اخد البيك مع الاوديت لوحدهم، وبعد كده مره ثالثه اخيره مع الريج، بحيث ان انا ايه ابقى مركز اول مره كده الطلعه الاولانيه مع الفار. ماشي، دي دي ده دي كويسه، وان انا اخد فار مع اوديت كويسه، الاثنين كويسين. ماشي، يعني ده اوبشن كويس وده اوبشن كويس، ان انا ايزر يا اما اطلع فار بس واركز على اول واحده اخدها، وبعد كده بسرعه اقوم مخلص اوديت وبيك واطلع امتحنهم، بسرعه اقوم مخلص ريج واطلع امتحنها، بيزد على الايفالويشن بتاع تيست بانك بتاعك، وبيزد على ان انت كمان تكون زي ما قلنا اول باول كده بنذاكر مع بعض. زي ما قلنا الكورس بتاعنا فاست تراك، يبقى انت محتاج ان انت اول باول كده خلال الاسبوع الحاجه اللي احنا بناخدها بتذاكرها اول باول، بحيث ان احنا نوصل في الاخر خلصنا الكورس القصه كلها على بعض، تاخد مني في الاخر شهر ونص شهرين شويه بريبريشن وريفيو بتاعه ومسافر من تحت. ماشي، فاول حاجه كده ان انا اتجنب تكلفه الريتيك علشان الكوست ما تزيدش عليا. تاني حاجه في التشالنجز اللي عندنا التايم مانجمنت، التايم مانجمنت مهم جدا 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 مع اي شهاده مهنيه انا بدرسها. التايم مانجمنت وانا بذاكر والتايم مانجمنت وانا قاعد في الامتحان. التايم مانجمنت وانا بذاكر زي ما قلنا ايه، احنا الكورس بتاعنا سريع، فمحتاج ان انت تكون بتذاكر معايا على طول اول باول، والحاجه ما تتراكمش. الحاجه اللي احنا بناخدها في نفس الاسبوع تكون بتتذاكر. كل حاجه انت بتركنها الرجوع ليها بيبقى صعب. الحاجه اللي انا بركنها من دلوقتي ولا طب انا هذاكرها في الاخر، انا هلم الدنيا في الاخر، الرجوع ليها بيبقى صعب. لما انا بكون واخدها في نفس الاسبوع مذاكرتها ما فيش اسهل من كده، واقوم جاي الاسبوع اللي بعده في حته واقفه معايا، حته انا مش فاهمها، حاولت ان انا احل وفي سؤال واقف معايا الحته اللي كان فيها المشكله ديت، اقوم جاي واقف مع زياد، يا زياد الحته ديت انا حاولت احلها ومش فاهم السؤال ده اتحل بالشكل ده ليه، انا الجزء دوت مش فاهمه كويس. فبسرعه كده ايه نكون مخلصين اول باول الحاجات اللي عندنا فيها مشاكل، ما نسيبهاش للاخر. عشان كده بقول لك دي اول حاجه كده ان انا امانج التايم بتاعي ان انا ذاكر اول باول. الكورس بتاعنا في ويك اند، ماشي، وعندي يوم كمان من الويك اند فاضي اللي هو يوم الجمعه. بالنسبه للاخوه المتجوزين انا عارف طبعا يوم الجمعه بيتضرب بسهوله، بتلاقي بيطلع 100 حاجه لازم تتعامل في اليوم ده، فانا بنصح ان مذاكرتي ما تبقاش ليميتد ليوم الجمعه. ليه؟ لان يوم الجمعه بيتضرب وبسهوله بيتضرب حتى لغير المتجوزين. واحد صاحبي كلمني يلا تعالى ننزل على القهوه، تعالى في فيلم جديد نزل، تعالى نخش سينما. فعشان كده بلاش ان انا اركز مذاكرتي على يوم الجمعه، احاول على قد ما اقدر ان انا اوزع المذاكره بتاعتي على الاسبوع كله. كل يوم عندي شويه حاجات كده ان انا ايه اخد جزء من الموضوع اللي احنا خدناه ابدا ان انا اقراه سريعا كده واخش احل عليه. مهم قوي، الاهم من المذاكره مع السي بي اي هو الحل، اهم من ان احنا نقعد نقرا الهاند اوت، اهم من ان انا امسك الكتاب واقراه هو الحل. في ناس زمان انا كنت اعرفهم اصحابي، انا كنت بذاكر وبحل، في ناس اصحابي كان انا زياده انا مش هذاكر، انا اخش على طول على تيست بانك احل، اخلي مذاكرتي من تيست بانك، يدخل على تيست بانك يقرا السؤال باجابته. تكنيك كويس للامتحان بس هو مش كويس للنوليدج. يعني ايه؟ انا هبقى ممكن اوصل في النهايه ان انا حافظ السؤال واجابته، فبالتالي لما هيجي لي سؤال زيه او شبهه هعرف ان انا حل الطريقه ديت وخلاص، وعارف ستيبس 1 2 3 4 انا بطبقها، ادخل اطبق نفس الستيبس ديت تديني النتيجه. فهو تكنيك كويس للمذاكره بس مش تكنيك كويس ان انا اخد النوليدج. ماشي، فالمهم ده يوصلنا برضو يرجعنا لحاجه ان التيست بانك مهم جدا، ان الحل الاسئله كتير وان انا براكتس كتير مهم جدا. طول ما انا عندي وقت فاضي وانا قاعد في المكتب على سبيل المثال اقدر ان انا اكسس تيست بانك وادخل احل، طول ما انا عندي وقت فاضي وانا قاعد في البيت افتح شويه اسئله واقعد احلها. لو انا عندي ان توتال على التوبيك مثلا 80 سؤال، لو كل يوم خدت لي منهم 10 اسئله 12 سؤال خلصتهم خلاص في الاسبوع. فده اهم من المذاكره. يعني ممكن اروح البيت ما افتحش اصلا الهاند اوت وابص فيها، خلاص انا سمعت الكورس اخش احل على طول، الحته اللي تقف معايا ابقى ارجع ابص لها على الهاند اوت. تايم مانجمنت زي ما قلنا في المذاكره مهم جدا، جوه الامتحان التايم مانجمنت مهم جدا. زي ما قلنا الامتحان وانا في الامتحان بيقابلني مشكله تايم مانجمنت، ان الوقت ممكن ما يكون ما بيكفينيش، بتدرب على الموضوع ده بان انا احل اسئله كتير كتير على قد ما اقدر من على تيست بانك. وفي الاخر خالص انا مش هقيس لنفسي دلوقتي السؤال بياخد مني قد ايه، ممكن الام سي كيو دلوقتي بتاخد مني 5 دقائق بقعد ابص قدامها، 10 دقائق بقعد ابص قدامها عشان افهمها. ماشي، بعد ما اخلص وانا بعمل الريفيو الاقي ان المذاكره بعد كده بقت اسرع. الام سي كيو اللي انا كنت بذاكره اول مره في 5 دقائق وانا ببص عليه دلوقتي خلاص في دقيقتين بقيت شايف الام سي كيو باجابته. الاقي ان في اسئله المفروض ان انا وانا قاعد في الامتحان الام سي كيو ياخد مني اقل من دقيقتين.
اوكي ممكن يكون الام سي كيو دلوقتي بياخد مني 5 دقايق او 10 دقايق، المفروض وانا قاعد في الامتحان الام سي كيو ياخد مني اقل من دقيقتين. الموضوع ده هيتحل او المشكله دي هتتحل بان انا بحل اسئله كتير، دي اول حاجه. ثاني حاجه الاسئله اللي انا بشوفها في الامتحان بصفه عامه غالبيه الاسئله، انت تعالى نقول مثلا فور اكزامبل 60 70% من الاسئله تبقى اسئله صغيره من سطرين ثلاثه، وبيبقى فيه شويه اسئله ثانيه طويله شويه تاخد مني شويه وقت، ففي النهايه هيبقى فيه توازن الاسئله ما بينهم وبين بعض. وفي سؤال هبقى موضوع انا مذاكره كويس قوي هيتحل معايا وانا قاعد في الامتحان بمجرد النظر، اول ما ابص عليه انا عارف السؤال ده وعارف اجابته واحله على طول، وفي سؤال هياخد مني شويه وقت. فمهم قوي ان انا مانج التايم بتاعي في الامتحان، ودي احنا هنتكلم عنها في الاخر خالص في الورك شوب اللي احنا بناخده بعد الكورس. اجهز نفسي لليونيك كمبيوترايزد بيزد اكزام انفايرمنت ازاي؟ بحل زي ما قلنا حل اسئله كتير من على التست بنك، الموضوع ده مهم جدا. وان انا لازم يكون دايما عندي ايه دافع، انا عندي دافع ان انا عايز اخلص. ممكن في ناس بتعمل حركه ظريفه كده يقعد يتفرج على فيديوهات بتاعت موتيفيشن على اليوتيوب، موتيفيشن تو ستادي، خش كده على اليوتيوب وايه دور على فيديوهات موتيفيشن تو ستادي. الفيديوهات بتاعت الموتيفيشن تو ستادي ديت بتبدا ان هي بترتب لك افكارك وتدي لك الدافع ان انت انا عايز اخلص، انا عايز اخد الشهاده ديت. فده برده من الحاجات الظريفه اللي في ناس كتير بتعملها. ان توتال احنا قلنا الاكزام بتاعنا عباره عن اربع مواد او اربع توبكس احنا بنمتحن فيها. الفار اللي هو الفاينانشال اكاونتنج اند ريبورتنج، مين اللي موجود في الفاينانشال اكاونتنج اند ريبورتنج دوت؟ فاينانشال اكاونتنج يعني بيتكلم على القوائم الماليه، طريقه العرض بتاعتها، طريقه العرض بتاعت الفاينانشال ستيتمنت، العناصر بتاعتها، ويمسك عنصر عنصر الانفنتوري يتسجل امتى ويتسجل بكام، الاصول الثابته تتسجل امتى وتتسجل بكام، الريفينيو يتسجل امتى ويتسجل بكام. فمين اللي ده الفاينانشال اكاونتنج. بلس في موضوعين غير الفاينانشال اكاونتنج موجودين جوه جزء الفار، نوت فور بروفيت اكاونتنج وجوفرنمنتال اكاونتنج، محاسبه حكوميه ومحاسبه للمنشات الغير هادفه للربح. فده كده الجزء بتاع الفار. الجزء بتاع الريجوليشنز زي ما قلنا تاكس ولو، قانون الضرائب الامريكي والقانون التجاري الامريكي. الجزء بتاع الاوديتنج، الاوديتنج ستاندردز، اراجع ازاي الاكسترنال اوديتور يراجع ازاي، البروسيس بتاعت عمليه المراجعه نفسها بتبدا ازاي من اول البلاننج لحد الاكسكيوجن لعمليه المراجعه لحد الريبورتنج، انواع التقارير اللي انا بطلعها ايه، ولو لقيت مشاكل تاثر على التقارير بتاعتي ازاي. بزنس انفايرمنت اند كونسبتس، دي شويه حاجات منوعات كده زي ما قلنا، شويه فاينانشال مانجمنت على شويه بيرفورمانس مانجمنت اللي هي الكوست، على شويه ايكونومي، على شويه اي تي، على شويه انترنال كنترولز وانتربرايز ريسك مانجمنت. وكل اللي هو كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها هنا دي زي ما قلنا درجه الامتحان من 100، النجاح من 75، فده محتاج زي ما قلنا ايه تدريب كتير عشان اقدر ان انا اوصل لل 75 دي. في حاجه مهمه هنا برضو انا هعيد معاكم معاها في الاخر يعني قبل الدخول للامتحان، ان وانا رايح الامتحان المفروض يبقى معايا تو فورم اوف ايدنتيفيكيشن، تو فورم اوف ايدنتيفيكيشن، واحد منهم الباسبور ده وان فورم اوف ايدنتيفيكيشن، وفي سكند فورم اوف ايدنتيفيكيشن. في بعض الاماكن بعض التست سنترز بتدخل بوان فورم اوف ايدنتيفيكيشن، في بعض الاماكن بيطبق الرول ويقول لك لا انا عايز الرول بتاعنا تو فورم اوف ايدنتيفيكيشن. التو فورم اوف ايدنتيفيكيشن لو انا همتحن في اي بلد مش عربيه المفروض ان هو يبقى ان انجلش، انا عندي كده كده باسبور ان انجلش ومحتاج فورم اوف ايدنتيفيكيشن ثانيه ان انجلش. الفورم اوف ايدنتيفيكيشن ثانيه الانجلش ممكن تكون ايه، حاجه زي الانترناشونال درايفنج لايسنس مثلا، معايا رخصه سواقه في نادي اسمه نادي السيارات في شارع قصر النيل، اروح اطلع ب 500 جنيه حاجه اسمها انترناشونال درايفنج لايسنس، اخد الصوره بتاعتي ويديني رخصه سواقه دوليه بتبقى فاليد لمده سنه. فده سكند سورس اوف ايدنتيفيكيشن بالانجلش. كان زمان كريدت كاردز، بس الكريدت كاردز كان زمان بيبقى عليها صوره، دلوقتي كريدت كاردز ما لهاش صوره. طبعا انت مع الكورس هنا بتاخد اكسس على الاونلاين تيست بانك، وبتاخد اكسس كمان على الاي بوك الكتاب، كتاب بتاع الفار تقدر ان انت تقراه من على الويب سايت بتاع ويلي. في خلال الاسبوع دوت هتلاقي خلال الاسبوع دوت على اخر اسبوع كده ولا حاجه ممكن خالد يبعت لكم الاكواد، يبعت لكم الاكواد وازاي ان انت تقدر تعمل ريديمشن الاكواد دي من على الويب سايت بتاع ويلي، وتقدر ان انت تاكسس الويب تاكسس ازاي تيست بانك وتاكسس ازاي كده مع الكورس التاني. بقى تقدر ان انت تاخد حاجه تانيه، يعني مع كل كورس بتاخد الحاجه بتاعتها الباكج بتاعتها.
اسأل كده عليها خالد لما تخرج، مش متأكد، ممكن يبعت لهم ويسألوا. تقريبا 3 to 4 weeks كده بعد الامتحان on average يعني. وبتبقى على حسب انت خدت الامتحان امتى. انت لو خدت الامتحان في اخر الويندو اللي هو اخر 10 ايام الريزلت تطلع اسرع، لو خدت الامتحان في اول الويندو الريزلت بتطلع متاخره شويه. الكورس بتاعنا احنا هناخد مع بعض شويه محاضرات هنا نشرح فيهم، بلس هيبقى في الاخر ريفيجن يعني او ورك شوب. في الريفيجن ورك شوب دوت خلاص احنا مجهزين نفسيا ان احنا داخلين الامتحان، بنبدا ان احنا نعمل ريفيجن على الموضوعات المهمه، الموضوعات اللي احنا داخلين الامتحان وعارفين كمان ان هي تبقى موجوده، شويه اسئله كده شبه الاسئله اللي تيجي في الامتحان، نفتح مع بعض التوتوريال تيست اللي موجود على الاي اي سي بي اي ونشوف اللوك اند فيل بتاعه كده شكله عامل ازاي. تاخد كمان الاوفيشال اي بوك والاونلاين تيست بانك بتاع ويلي. في ستادي ماتيريال هتكون بتتوزع في كل محاضره وبيبقى معاها وان بيج كده بنقول عليها مايند ماب او بنقول عليها فلاش كارد بيسمرايز التوبيك اللي احنا بنتكلم عنها. المحاضرات اللي احنا بناخدها كلها بتتسجل اوديو، المحاضره ديت متسجله فيديو بس اغلب بعض المحاضرات اللي بعد كده هتكون متسجله اوديو. هنا بنساعدك كمان، الشباب بيساعدوا هنا في الريجستريشن للسي بي اي، وان كان البروسيس بصفه عامه هي بروسيس سهله، كل حاجه انت بتعملها من على الويب سايت بتاع النسبه بتخش تدوس ابلاي ناو وتكمل انك بتعمل ابلكيشن، بتفتح ايميل جديد او بتعمل اكونت على الفيسبوك مثلا. الترافل ارينجمنت كمان ممكن لو في حد عايز مساعده في الترافل ارينجمنت فاحنا متفقين مع شركه سياحه هنا، ممكن خالد يحطكم على التراك معاهم، يحطك مع التراك مع شركه السياحه لو انت عايز تحجز الاوتيل تحجز تذكره السفر يطلعوا لك الفيزا بتاعت الامارات. بالنسبه الفيزا بتاعت امريكا ما فيش شركه سياحه بتتعامل فيزا امريكا، لازم انت اللي تتعامل بنفسك، لكن فيزا الامارات شركات سياحه كتير بتطلع. لو حد هيروح هيسافر امريكا برضو الشباب هنا بنطلع ليتر اوف ريكومنديشن متوجه للسفاره الامريكيه ان ده داخل يمتحن السي بي اي وان هو حاضر معانا الكورس وان احنا بنريكومند يعني لو سمحتوا طلعوا له يعني الفيزا. طبعا هم اول ما يشوفوا الليتر ده يسمعوا كلامنا ويدي لك الفيزا على طول. ماشي. بس هو جود يعني ايه جود ليتر، انت بتحاول ان انت تلم دوكيومنتس على قد ما تقدر تلم، وانا بحب مصر ومش عارف انا بحبها ليه، وانا واكيد انا هرجع. اول مره سافرت امريكا وانا بمتحن السي بي اي سافرت على كاليفورنيا، نزلت من المطار كان اصحابي وانا في ايرن سان ديانج، اصحابي قالوا لي انت هتنزل تلاقي في شاطئ الباص لونه ازرق بتركبه وبتقول له انا عايز اروح اوتيل كذا بيوديك. المهم نزلت لقيت واحده واقفه كده اللي هي اللي بتقول لك ايه اركب الشاطئ الباص ده ولا اركب الشاطئ الباص ده، قمت قلت لها انا رايح اوتيل كذا، فسمعت اسم الاوتيل غلط والمكان اللي انا رايحه غلط فركبتني شاطئ الباص غلط. المهم ركبت الشاطئ الباص، الراجل قعد ماشي بينا ساعتين والناس كلها بتنزل واحنا ما بننزلش، فقمت نادح عليه يا عم انت مش رايح، قال لا انا مش رايح المنطقه دي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ وكان معايا واحد صاحبي نام جنبي اصلا في العربيه يعني. الرحله بقى كان فيها ترانزيت و18 ساعه. المهم صحي على ان احنا ما راكبين باص غلط، طب انت هتعمل معانا ايه؟ رجعكم تاني على المطار وتاخدوا شاطئ الباص الصح. واحنا راجعين قعد يتكلم معانا، طلع مصري السواق، طلع مصري فقعد يتكلم معانا، انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ لا احنا جايين نمتحن سي بي اي. طب كويس قوي، ده انا ليا واحد صاحبي كان جاي يمتحن هنا سي بي اي بس ما نجحش في الامتحان واشتغل في بنزينه. مش كده يعني، مش يعني دي اول حاجه خدها كده وانا جاي، ده مصيري يعني من الاخر. قال لي بس بعد كده بقى ربنا كرمه وبقى مدير في سيتي بانك وبتاع. بدايه كده بعد كده قعد يتكلم معانا شويه، وانتوا منين وبتعملوا ايه وبتشتغلوا ايه والكلام ده كله. والكونسبت اللي عنده كان بيقول لي ان طبعا انتوا مش راجعين مصر تاني، هتضربوا الفيزا وقاعدين. ليه يا سيدي؟ لو حد يرجع مصر حد يجي هنا ويرجع مصر. فقلت له لا احنا يعني هنمتحن وهنرجع، عندنا شغلنا وعندنا حياتنا في مصر وهنرجع. انا يا سيدي ما فيش حد بيعمل الكلام دوت، الناس كلها بتيجي هنا تضرب الفيزا وتقعد. اقعد يا عم انت عايز ترجع تعمل ايه؟ فده كونسبت، ده كونسبت موجود عند ناس كتير من العرب، ان انا بسافر بضرب الفيزا وبقعد ما برجعش، وده اللي بيخوف السفاره هناك. انت لما تروح السفاره علشان تاخد اللايسنس هو ده اللي بيخوفه، ان انت هتروح هتضرب الفيزا وتقعد،
تضرب الفيزا وتقعد، يعني انت هتستفيد من الخدمات اللي هم بيقدموها، انت ما تدفعش ضرائب. فده ده المشكله بتاعتهم، ده الخوف بتاعهم. فعلشان كده هي ديت الحته اللي هي بيبقى عايز يطمن لها وانت بتقدم على الفيزا، ان انت راجع، مصر. فتحاول تقدم له على قد ما تقدر الدوكيومنتيشنز تقول ان انت راجع، انا شغال في مكان كويس، باخد مرتب كويس، وضعي هنا تمام، يبقى انا معنى كده ان انا عندي الحاجات اللي ترجعني. اوكي، طبعا لو انت متجوز ما تقولش ان انت متجوز، ده معناه اكيد مش هترجع. في الاخر خالص بعد نهايه الكورس بندي سيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن، وان كان السيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن ده مع السي بي اي يعني ما لهاش لازمه، يعني بتبقى مهمه للناس اللي جايه تحضر كورس اي فور اس مثلا حاجه زي كده، واخد سيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن، لكن مع السي بي اي مش مهم. بس هويفر عشان تاخد السيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن التارجت بتاعك بيبقى الشهاده نفسها، يعني السيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن بيبقى لازم ان انت تحضر 75% من المحاضرات. احنا لو فور اكزامبل مثلا عدد المحاضرات اللي عندنا 20، اقصى حاجه تقدر ان انت تغيبها 5 محاضرات، لو غبت اكتر من 5 محاضرات ما ينفعش تاخد سيرتيفيكت اوف بارتيسيبيشن. الموضوع دوت بيبقى كنترولد ازاي؟ بيبقى فيه اتندنس شيت كده بتعدي عليكم، بس كل واحد بيمضي قدام اسمه. عندنا شويه كورس بروتوكولز علشان نقدر كلنا نستفيد من الكورس، ان مفيش حد يستخدم الموبايل جوه المحاضره، انا ما بستخدمش موبايل جوه المحاضره، وفي الغالب بسيب الموبايل بتاعي على المكتب جوه قبل ما اجي، ان احنا كلنا نأتند اون تايم. انا بقى لو 10 دقائق كده مثلا الصبح عشان اللي متاخر شويه اللي صاحي متاخر، بس نأتند اون تايم. ميزه الاتندنس اون تايم ان احنا لما بنعمل في الاول كده في بدايه المحاضره بعمل دي بريفنج على الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه، تسمع الدي بريفنج ده بيرتب لك افكارك جوه المحاضره، دي حاجه. ثاني حاجه ما تبقاش انت جاي متاخر فجاي بقى ايه ده انا عمال اجري عشان الحق المحاضره، فتفكيري اساسا ضاع في الطريق وانا بدوس بنزين وانا بدور على ركنه، ماشي؟ يبقى على قد ما اقدر احاول ان انا ايه قبل ميعاد المحاضره ب 10 دقائق كده بربع ساعه اكون موجود. حاجه مهمه كمان علشان ما يبقاش واحنا شغالين كده في دخول وخروج كتير، فيبقى في انترابشن للناس اللي قاعدين. مفيش اكل وشرب برده جوه المحاضره، برده انا برده ما باكلش ولا بشرب جوه المحاضره، ومفيش سايد توكس، لو حد عنده اي اسئله بيوجهها لي وانا برد عليها. مفيش حد يمسك الموبايل و تكست بقى واتساب مثلا اي حاجه، انا بسحب الموبايل وعشان ارجع لك الموبايل باخد غرامه 100 جنيه، ولو معكش فلوس ببيع الموبايل وبرجع لك، هاخد ال 100 جنيه وارجع لك الباقي. الكتاب زي ما قلنا وتيست بانك الاثنين مهمين جدا جدا. تيست بانك يمكن ده الاهم زي ما كنت بقول لكم من شويه، اهم من الكتاب، اهم من الماتيريال اللي انا بوزعها هو تيست بانك، ان انت تحل اسئله كتير على قد ما تقدر، والاسئله اللي تقف معاك تجيبها لي وتقول لي يا زياد ده سؤال وقف معايا، تطبق السؤال فور اكزامبل مثلا، ولا تاخد من السؤال سكرين شوت تحطه على وورد فايل كده وتجيبه لي معاك المره اللي جايه، او تصوره بالموبايل وتجيبه لي معاك المره الجايه عشان نبص عليه مع بعض. اي سؤال وقف معاك اعمل كده. الموضوع دوت لازم يتعمل على طول، مذاكره اول باول وحل على التوبيك اول باول، عشان ما الاقيش في النهايه ان الاسئله بتتراكم عليا. عندي على سبيل المثال مثلا تيست بانك فيه بتاع حوالي 900 سؤال ام سي كيو، 900 سؤال للام سي كيو دولت لو قعدت انا ايه للفار بس 900 سؤال للام سي كيو، كل توبيك مثلا عليها تقريبا اولموست حوالي 40 50 سؤال، فهلاقي نفسي في الاخر اتراكم عليا 900 ام سي كيو انا لسه ما خلصتش منهم حاجه، يبقى اول باول كده اخلص من الاسئله اللي عليا. استفيد ازاي من الكورس ده؟ المذاكره بتاعتنا، انا مش عايز ان انا امسك الحاجه واقعد ايه اقعد احفظ، المذاكره بتاعتنا ما فيهاش حفظ، عشان انا امسك الحاجه كده وثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، عملت كده مش اللي انا بحفظه النهارده على ما نخلص الكورس هكون نسيته، ماشي؟ فانا مش عايز احفظ، انا عايز وانا بذاكر اكون فاهم الموضوع، السؤال والاجابه بتاعته الاجابه اتعملت بالشكل ده ليه. من الحاجات الكويسه كمان اللي موجوده في التيست بانك ان انا دلوقتي عندي سؤال ام سي كيو فيه 4 اختيارات، لما بختار الصح بيقول لي الصح صح ليه، ولما بختار الغلط بيقول لي الغلط غلط ليه. لقيت وسيله كويسه كمان ان انا اعرف الاجابه الغلط بتاعتي، ان انا اخترت الاجابه الغلط الاجابه ديت غلط ليه، فاقدر ان انا احدد على اساس الموضوع دوت ايه احسن الاجابه ديت. مش بس بقى انا ايه، ممكن تكون بعض الاجابات جت معايا بالحظ، انا مش مالك كويس الحته دي، مش مذاكرها كويس، بس اخترت سي وطلعت سي باي لك هي الاجابه. لما اقرا بقيه الاجابات واعرف الغلط غلط ليه، هيبدا الدنيا تثبت معايا المعلومه، فدي حاجه كويسه. مش لازم زي ما قلنا ان انا اقعد احفظ، وانا مش عايز ان انا احفظ، مش عايز اعمل كده. فالمذاكره بتاعتي بتبقى براوزنج كده سريع، زي ما قلت لك الماتيريال اللي انا بوزعها كويسه، احنا بنقعد نفكر فيها مع بعض واحنا قاعدين هنا، بس ما تبقاش هي دي السورس الوحيد بالنسبه لك في المذاكره. تيست بانك اهم بكتير.
ذاكر في نفس الاسبوع ما تاخرش، خلي معاك نوت بوك وقلم كده تاخد نوتس من الحاجات اللي احنا بنقولها. النوت بوك ديت مهمه جدا جدا حتى ايفن في مذاكرتك في البيت. انت يبقى عندك كشكول كده، ده كشكول الفار، بتاخد لنفسك انت في كل موضوع وانت بتحل الام سي كيوز كده، مع كل ام سي كيو انت بتحله بيطلع لك بوينت جديده انت عرفتها، تقوم واخد بوينتس ديت وكاتبها، تكتب لنفسك كده على كل توبيك، يبقى عندك صفحتين ثلاثه لكل توبيك فيهم نوتس انت كاتبهم بايدك. النوتس اللي انت كاتبها بايدك ديت لما بترجع تريفيو في الاخر خالص بتخلي المذاكره مفيش اسهل من كده، خلي المذاكره بتاعتك سريعه جدا وانت فاكر اللي انت كاتب الموضوع ده بايدك وفاكر انت عرفت ايه جوه النوت ديت او جوه الام سي كيو دي. ريت مهمه جدا ان انا يبقى عندي كشكول كده اسمه كشكول الفار. انا وانا بذاكر الفار كان عندي ثلاث كشاكيل كده للفار، مثلا بعد ما خلصت سي بي اي لفوا على المكتب لمده 5 سنين. فانت برضو ممكن تعمل الموضوع ده بقى اصحابك بعد ما تخلص كده، ايجار مثلا ايه ب 500 جنيه في الشهر. ريفيو الاستادي ماتيريال ريجولارلي، حاول ان انت الحاجه اللي انت بتاخدها بتابلاي في الشغل. انا فور اكزامبل خدنا الانفنتوري، انا عندي انفنتوري في الشغل، انا محاسب في شركه او انا اوديتور وبراجع على انفنتوري، احاول ابلاي الكلام اللي احنا خدناه على الشغل بتاعي. الحاجه اللي انا بعملها الابلكيشن بيبقى من الصعب ان انا انساها. وزي ما قلنا اهم حاجه في الموضوع ايه؟ البراكتس، براكتس على قد ما تقدر من على التيست بانك بتاعي. اي اسئله؟ ألفين وتسعتاشر يمشي، بس في حاجتين صغيرين اتغيروا فيهم واحنا شغالين هقول لكم عليهم ماشي. لكن 2017 لا، لان في موضوعات مهمه اتغيرت في 2019. الاوديت فيه تغيير بسيط بس برضو يعني دايما خليك يعني ايه على احدث حاجه ماشي. وفي حاجه هنا مهمه عشان المذاكره كمان ما يبقاش دمها تقيل على قلبي، ما صعبهاش على نفسي، ما اروحش اشتت نفسي ما بين مذاكره ما بين ويلي وبكر. خلاص خلص ويلي الاول، ادي الاولويه، كل الاسئله اللي موجوده في التيست بنك بتاعت ويلي احلها، حليتها وتمام ولسه عندي وقت اروح ابص في بكر ماشي. لكن ما اروحش ابص ده جنب ده، لما ببص ده جنب ده بحس الموضوع كبير قوي وياخد مني وقت طويل والمذاكره هيبقى دمها تقيل على قلبي. هي اوريدي انت لما بتقعد على الكتاب كل حاجه تانية بتحلو، التلفزيون بيجيب الافلام الحلوه، اصحابك اللي انت ما بتحبهمش يكلموك عندك استعداد انك تنزل معاهم ماشي، كل حاجه بتحلو وانت قاعد بتذاكر. يبقى عشان الموضوع دوت ما يبقاش دمه تقيل كده على قلبي، المذاكره ما يبقاش دمها تقيل على قلبي، ما صعبهاش على نفسي ماشي. اي سؤال اتفضل. فيها تشالنج فمحتاج ان انا انظم وقتي، زي ما قلت لك هنظم وقتي من الاول كده ان انا ايه انا عمال احل اسئله كتير وابدا في الاخر مش همسك نفسي ستوب واتش دلوقتي، لان انا مش داخل الامتحان النهارده، انا لسه هدخل الامتحان مثلا بعد 6 شهور، فمش همسك نفسي ستوب واتش دلوقتي اقول ده الام سي كيو بتاخد مني 5 دقائق والمفروض في الامتحان تاخد مني 2 دقيقة، مش هعمل كده ماشي. هعمل ايه؟ خلي المذاكره بتاعتي من دلوقتي مذاكره تاخد زي ما تاخد، مش فارق معايا. بعد ما اخلص المذاكره بتاعتي وفي الاخر خلص وانا بريفيو، هريفيو مره ريفيو سريع، في الريفيو الثاني ابدا امسك لنفسي ستوب واتش. احنا بعد ما نخلص برضو انا بديكوا سكيدول للريفيو كده تمشوا عليه. السكيدول اللي هو يقول لك انت كل يوم المفروض تخلص قد ايه، والمفروض ان انت تخلص مثلا خلال مده شهر الفار 3 مرات كمان ريفيو، مره ريفيو ان ديبث تاخد مني وقت شويه، ومرتين ريفيو سريع ببص كده على الحاجات اللي انا عندي فيها مشكله، الحاجات اللي انا بغلط فيها، الحاجات اللي انا دايما لما باجي احل ام سي كيو بلاقي ان في غلطه عندي في الحته ديت، الحاجات اللي الكونسبت بتاعها مش كويس معايا، مش ثابت معايا بشكل كويس، بلس الحاجات اللي هي انا داخل الامتحان وعارف ان هي موجوده موجوده. يعني احنا داخلين الامتحان مثلا عارفين الجوفرمنتال اكاونتنج موجوده، ولما نيجي نتكلم على توزيع الدرجات هكلمكم على توزيع الدرجات جوه الفار شكلها عامل ازاي. داخل الامتحان وعارف ان النوت فور بروفيت موجوده، فالحاجات اللي هي داخل الامتحان وعارف ان هي موجوده ديت بديها اهتمام في الاخر وانا بذاكر. في موضوعات متغيره مثلا زي معيار الليزي الجديد، زي ما هو اتغير في الاي فور اس وفي المصري اتغير كمان في اليو اس جاب، فالمعيار الجديد ده لازم هيسال على ايه. معيار الريفنيو الجديد اتغير في المصري وفي الاي فور اس اتغير كمان في اليو اس جاب، فطالما اتغير انا داخل الامتحان وعارف ان انا هلاقي سؤال عليه. في موضوعين كمان اتغيروا في اليو اس جاب من اول امتحان يناير 2020، الموضوعين دول حسبه الامبيرمنت بتاعت الجود ويل
ده موضوع اتغير مش موجود، عشان كده انا مش موجود في الاوراق القديمه بتاعت 2019 و2019، زائد الامبيرمنت بتاع حسابات الريسيفبل الكالكوليشن بتاعتها بقت عامله زي الكالكوليشن الجديده بتاعت الاي اف ريس بتاعت معايير المحاسبه المصريه اللي اسمها الاكسبكتد كريديت لوس موديل. علشان كده بقول المذاكره لازم تبقى اول باول من دلوقتي وما نراكمش الاسئله. في تقدر ان انت تسلكت، ممكن تقول له ايه لم لي شويه اسئله كده على بعض في توبكس 1 2 3 4 او تقول له اديني اكزام. في اكزام سيميوليشن على التست بانك، على كل حاجه. ايزر يا اما انت تختار الموضوعات، يعني انت ممكن تقول له ايه مثلا اختار لي فور اكزامبل هات لي الانفنتوري مع الفيكسد اسيتس مع الريفينيو، اديني عليهم شويه كوليكشن اسئله. اوكي، او انت تقول له اديني اكزام، اكزام هو هيختار لك راندوملي. زي الامتحان. اختار يجيب لك اكزام راندوملي. ماشي. اي سؤال؟ اربع ساعات وربع. يعني بعد بيبقى مينلي بعد التست ليت التالت. انت احنا قلنا عندنا خمسه تيست ليت، بعد التيست ليت التالت بيطلع لك سكرين كده يقول لك ان انت يو هاف ذا اوبشن ان انت تاخد ربع ساعه بريك. خلي بالك الربع ساعه ما بتبقاش ربع ساعه نت. ليه؟ لان انا عشان اخرج من انا قاعد فور اكزامبل قاعد على كمبيوتر زي كده وقاعد بمتحن، وانا قاعد بمتحن في خلال مده الربع ساعه او في خلال سوري وانا قاعد بمتحن علشان اقدر ان انا اخرج وانا قاعد في مكاني، ما ينفعش اقوم كده واقول يلا انا خارج وانا قاعد في مكاني برفع ايدي، يجي لي واحد من الاكزام كوردينيتورز اقول له انا عايز اخرج يقول لي طيب كل دوت متاخد من الربع ساعه، اديني النوت سكادول والباسبور بتاعك اخرج بعمل تشيك اوت بره القاعه اللي انا قاعد فيها وانا راجع بعمل تشيك ان تاني. ماشي، فالربع ساعه يعني ايه؟ هتلاقي في الاخر رسيت معاك على خمس دقائق. ماشي، تلاقي سجاره يعني مثلا لو انت مدخن. اتفضل. كفايه. كفايه، عندك وقت ان انت تقرا من الكتاب كويس، هيأد شويه فاليو. بس التيست بانك، تيست بانك ده الاساس بتاعي، زي ما اقول لك تيست بانك اهم من الورق اللي انا بوزعه هنا. تيست بانك مع الورق اللي احنا بنوزعه هنا اللي هو الهاند اوت، الاثنين مع بعض كفايه. تختلف من شخص للتاني وتختلف، يعني زمان مثلا ايه وانا في ثانويه عامه كان يقول لك في واحد ده بيقدر ان هو بيخلص الموضوع في 8 ساعات، واحد بيخلص الموضوع في ساعتين، واحد بيخلص الموضوع في 3 ساعات، هي بتختلف من شخص للتاني، بس نقدر نقول اون افريج كده ان انا محتاج من 6 ل 8 ساعات اسبوعيا. ماشي. ممكن اوزعهم ساعتين كل يوم، ممكن اوزعهم ساعه كل يوم و3 4 ساعات في الويك اند. المهم في الاخر ان انا ايه ادي لنفسي موضوع، وانا ببدا كمان وانا بطلع الطلعه الاولانيه ما اضغطش على نفسي قوي. عشان هي عامله زي نزوله الجيم كده، وانا نازل الجيم اول مره لما بخش وبضغط على نفسي قوي ما بقاش عايز اروح الجيم تاني. ماشي؟ فاول مره كده الطلعه الاولانيه بتاعت المذاكره ما اضغطش على نفسي فيها. اخد المذاكره كده بالراحه وابدا ان انا ايه اول مره مثلا ساعه في ساعه في ساعه ممكن قدام شويه الاقي نفسي ايه مش ملحق قوي اقوم مزود عن الساعه دي. اي سؤال؟ ممكن تعمل ترانسفير اوف جريد، بتحول الدرجات بتاعتك على ولايه ثانيه، بس شروط الولايه الثانيه لازم تظهر فيك. ماشي، يعني لو الولايه الثانيه بتطلب 150 ساعه لازم تكون انت كملت ال 150 ساعه. في بعض الولايات زي نيويورك مثلا بتطلب ان انت يكون عندك اربع سنين اكسبيرينس جو نيويورك. ففي بعض الولايات بتبقى الاجراءات بتاعتها صعبه، كاليفورنيا بتطلب ان انت يكون عندك سنتين اكسبيرينس جوه كاليفورنيا. ماشي. اي سؤال؟ يعني بص يعني ارنست اند يانج وبرايس ووتر هاوس دول اللي انا شفت لهم عاملين يعني دوكيمنت كويس كده للفروق ما بين اليو اس جاب والاي اف ريس، اون افريج الدوكيمنت ده حوالي 200 ورقه. 200 ورقه بس مش كل الفروق فروق سيجنيفيكانت، في فروق بسيطه في طريقه ابلكيشن على سبيل المثال مثلا لمعيار معين، وفي فروق لا مؤثره وجوهريه. هما الاثنين دلوقتي بيشتغلوا ان هم يزيلوا الفروق ما بينهم وبين بعض، يعني لا يعني فور اكزامبل معيار الليز الجديد اللي طلع الاثنين اولموست ذا سيم، معيار الريفينيو الجديد اللي طلع الاثنين اولموست ذا سيم، اي معيار جديد بيطلع الاثنين بيشتغلوا مع بعض على المعيار الجديد عشان يطلعوا معيار يكون بيطبق في العالم كله. واي فور اس 9 نفس الكلام، الاثنين تقريبا اولموست ذا سيم، في شويه فروق بس الاثنين اولموست ذا سيم والكونسوليديشن اولموست ذا سيم. اي سؤال؟ شباب اونلاين حد عنده اسئله؟
ابراهيم. مستر زياد. قول يا ابراهيم. بالنسبه للاسئله بنك الاسئله بتاعه وايلي كان حضرتك قلت ان هو 900 سؤال. انا كنت قريت اونلاين ان هم اكتر من 900 سؤال. هل في اختلاف ما بين بنك الاسئله اللي حضرتك هتديه لنا ممكن يكون ليميتد اديشن ولا الفكره ان في اسئله زياده؟ لان انا لقيت ان هم مكترين فوق ال 2000 كمان. يعني هتلاقي ده في حاجه اسمها البلاتينيوم فيرجن. ايوه يقعدوا بس هتلاقي يعني ايفن يعني بص مين اللي هتلاقي يقعد يعيد ويزيد في السؤال بس بشكل مختلف مش فرق كبير يعني. اللي هي البلاتينيوم فيرجن دي اللي انت بتشتري الفيديوهات منهم تشتري كل حاجه منهم. تمام. لكن النسخه اللي معانا اللي هي الكوشن بانك دي هي الفكره على براكتس دي كفايه جدا. دي كفايه جدا. طيب رقم 2 بالنسبه لما انت هتقدم كدوميستيك ابليكانت او ستودنت في امريكا ممكن تحول هتبقى انترناشونال او العكس ولا ما دام انت اخترت من لو انت اخترت انترناشونال هتكمل انترناشونال ما ينفعش ترجع تاني دوميستيك؟ لا خلاص. طيب بالنسبه للقاعده بتاعه ال 18 شهر اللي هي بتاعه الامتحان لا قدر الله حد اضطر انه ياخد ريتيك والفتره هتطول على ال 18 شهر في امتحان بيقع ده في سؤال مهم يا شباب من حد من زمايلنا الاونلاين. لو حد طول عن ال 18 شهر اللي احنا بنتكلم عنهم ايه اللي بيحصل؟ الامتحان انا دخلت امتحان في شهر يناير 2020 قدامي لحد جولاي ونجحت. دخلت الامتحان في يناير 2020 ونجحت قدامي لحد جولاي 21 اكون مخلص الثلاث مواد اللي باقيين تمام. طيب لو انا ما خلصتش الامتحان اللي انا امتحنته في يناير 2020 بيقع امتحنه تاني. اوكي تمام. بغض النظر اخر الويندو اول ويندو بيحسب لك من يوم ما انت خدت الامتحان طالما انت نجحت فيه يحسب لك من يوم ما انت خدت الامتحان. تمام شكرا يا مستر. من دخولك اول امتحان. تمام دخولك اول امتحان. فهمتك. تمام شكرا يا مستر. زياد لو سمحت هرجع لك تاني دقيقه واحده خليك معايا. سنه ونص من اول من اول من اول من اول امتحان انت دخلت امتحان يوم فور اكزامبل 2 يناير هيعدلك من 2 يناير 18 شهر. النتيجه طلعت بعدها باربع اسابيع بس هو هيعدلك من 2 يناير. طيب كان في حد تاني عنده سؤال؟ محمد. ايوه قول يا محمد. انا كنت عملت تقييم للشهاده بتاعتي مع نيو هامبشير في 6/2018 100. وكانت النتيجه طلعت 130 ساعه فانا اكمل معاهم ولا حلو 130 ساعه ربنا يبارك لك فيهم مع نيو هامبشير يعني خلاص جو اكمل البروسيجر معاهم واحجز الامتحان ان شاء الله حسب البلان بتاعتي. ماشي بس هو خلي بالك نيو هامبشير عشان تديك لايسنس هتحتاج 150 ساعه فانت ممكن بقى بعد كده علشان تاخد لو انت عايز تاخد اللايسنس تكمل ال 150 ساعه ديت بشويه مثلا دبلومه في المحاسبه الماليه من اي جامعه ولا حاجه. طيب تمام كويس. انا عندك سؤال. انا بريكومند دايما كده يعني زي ما قلت لك ان انت يا اما فار واوديت الاول وبعد كده بيك ورج يا اما تاخد فار لوحده بعد كده اوديت وبيك تلمهم مع بعض بعد كده ريجوليشنز. عشان تدخل كل امتحان لوحده ال 18 شهر هيبقى عندك فيهم مشكله. اتفضلي. شباب بس هستاذنكم الشباب اللي بيكلموا استاذنكم عشان اسمع الاسئله. حطي 3 ايام 4 ايام ماكسيمم 3 ايام 4 ايام كفايه قوي بحيث امتحن ويوم اثنين الثالث امتحن الامتحان اللي بعده زي ما انت عايز. حددي اليوم وحددي حددي تاريخ الامتحان وتحددي الساعه بتاعه الامتحان يعني حتى جوه نفس التاريخ بيديكي اكتر من اوبشن. امتحان الساعه 9 امتحان الساعه 1 امتحان الساعه 3 زي ما انت عايز. ماشي هي اسئله اتفضل. مسجل مع مين؟ ممكن تكمل معاه بس زي ما قلنا هتحتاج في الاخر انت مسجل اوريدي معاه تمام وعندك عندك ابلكيشن على النسبه مش كده خلاص 100 ممكن تكمل معاهم. اللي يفرق معاك عشان تاخد اللايسنس في الاخر انت محتاج تكمل ال 150 ساعه. هتلاقي انت طلع لك 130 ساعه صح الايفالويشن عشان تكمل محتاج ان انت تكمل الكام ساعه اللي فاضلين دول.
تدخل الاربعه مع بعض لو وقتك يسمح، لو تعرف تذاكر الاربعه مع بعض. في ناس كنت اعرفهم زمان برضو كانوا حد هنا من كي بي ام جي، كان زمان كي بي ام جي كان غلس قوي في الاجازات يعني، يمكن دلوقتي تسهلوا شويه. كان اجازه سي بي اي مفيش، ما يعني ممكن اقصى حاجه يدي لك مثلا اسبوع ولا حاجه. فكان في ناس اصحابي كانوا بيعملوا يروح يقدم استقاله يقعد في البيت مثلا 8 شهور ولا حاجه، وياخد 8 شهور دول ما بيعملش حاجه خلال 8 شهور دول غير ان هو بيذاكر، ذاكر الاربع مواد ويطلع امتحانهم مره واحده، وبعد ما يطلع امتحان الاربع مواد ربنا يوفقهم فيه يرجع هنا تاني ويقدم مره كمان. بس هي انا ما بنصحش بيها يعني. بالظبط، شايف اخر في بنزينه ولا حاجه. ممكن انا بقول ما تضغطش على نفسك في الاول، خد الفار لوحدها وخلي الاوديت بعد كده مع البيك الاثنين خفاف مع بعض، والفار لما هتنجح فيها هديك الموتيفيشن. ثواني شباب اتفضلي عادي. ايه عادي، سجلي مع جوان وامتحني في نيويورك، امتحني في واشنطن، امتحني في كاليفورنيا، امتحني في اي ولايه انت عايزاها. ماشي، هو اوريدي انا محقق ان امتحن اصلا بره امريكا، فما فيش مشكله. اي سؤال؟ اللي هيزيد عليك هنا ان تكلفه الاوديت هتزيد جنب تكلفه الفار، يعني اللي هي اون افريج حوالي $550 لو انت هتمتحن بره امريكا، يعني حوالي $550 لو هتمتحن جوه امريكا، $210 بس، $210 لكل ماده. نشوف مع بعض اوفر فيو كده سريع على ايه اللي احنا هناخده في الفار. الموضوعات اللي موجودة في الفار متقسمة عندنا لأربعة topics أساسيين أو أربعة subjects أساسيين. أول subject اسمها الـ conceptual framework and the financial reporting، دي بتتكلم على conceptual framework اللي هو الإطار العام، القواعد العامة بتاعت المحاسبة، القواعد العامة اللي على أساسها لجنة وضع المعايير بتحط المعايير، دي اسمها الـ conceptual framework. والفاينانشال ريبورتنج طريقه اعداد الفاينانشال ريبورتنج نفسها عامله ازاي، فبيكلمني مثلا بيعرفني بالفاز اللي هي لجنه وضع المعايير، بيكلمني عن الكونسبشن فريم ورك بتاعهم، بيكلمني عن طريقه، بيديني قواعد عامه كده او فريم ورك لقياس الفير فاليو، فير فاليو ميجرمنت، بيديني اوفر فيو كده على الاي اف ار اس وان في فروق ما بين اليو اس جاب والاي اف ار اس. بعد كده بيكلمني على الفاينانشال ستيتمنت، جنرال بيربوس فاينانشال ستيتمنتس والنوتس بتاعت الفاينانشال ستيتمنتس، ايه القوائم الماليه اللي المفروض تكون موجوده وشكلها بيبقى عامل ازاي، الكونتنت بتاع القوائم الماليه عامل ازاي. يعني يمسك مثلا البالانس شيت ويقول لك البالانس شيت بتتقسم لكرنت ونون كرنت، يمسك البي اند ال يقول لك ان البي اند ال متقسمه لتو سيكشن، سيكشن اسمه البي اند ال وسيكشن اسمه الاذر كومبريهنسيف انكم، وشويه ريشيوز كده في الاخر تتطبق ازاي الريشيوز ديت على الفاينانشال ستيتمنتس. بعد كده بيتكلم على الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت، السكوب بتاع الكونسوليديتد، الناس اللي كانوا واخدين اي فور اس قبل كده، السكوب بتاع الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت جوه السي بي اي اقل بكتير من السكوب بتاعه اللي موجود جوه الاي فور اس، مش هلاقي القصص الكتير والاشكال وكميه الوركينجز وكميه الشغل اللي كان بيتعمل في الاي فور اس، السكوب بتاعها هنا ابسط بكتير. بعد كده بيكلمني عن حاجه اسمها البابليك كومباني ريبورتنج، الشركات المدرجه في البورصه في امريكا عندها شويه ريبورتنج ريكويرمنتس مختلفه شويه، في شويه حاجات كده بعض المعايير بتطبق بس على الشركات المدرجه في البورصه، بلس ان بيطلب منهم شويه ريبورتنج ريكويرمنتس مختلفه. في هيئه سوق المال في امريكا اسمها الاس اي سي، السك الاس اي سي عندها شويه ريبورتنج ريكويرمنت هيكلمني عنها، هيكلمني كمان على الايرننج بير شير، نصيب السهم في الارباح، ده حسبه بتتحسب وتحط على وش قائمه الدخل للشركات المدرجه في البورصه وبس. هيكلمني كمان على الانترم فاينانشال ستيتمنتس، الشركات اللي ملزمه باعداد قوائم ماليه دوريه اللي هي كل كوارتر، هي الشركات المدرجه في البورصه. بعد كده يكلمني عن الستيتمنت اوف كاش فلو، فديت الموضوعات اللي بنقول عليها الكونسبشوال فريم ورك اند الفاينانشال ريبورتنج. بعد كده بياخد سيلكتد فاينانشال ستيتمنتس اكونت ويقول لي المعالجات بتاعتها بتتم ازاي،
يعني كلمني فور اكزامبل مثلا على الكاش اند ريسيفبل، اسجل الكاش اند ريسيفبل امتى، اعمل لهم الميجرمنت في الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي ازاي، يكلمني على البيبل والاكرود لايبيلتيز، يكلمني على الانفنتوري بياخد حسابات من حسابات الفاينانشال ستيتمنت، ويكلمني على القواعد بتاعه الريكوجنيشن والميجرمنت فيها. الاصول الثابته اللي هي بروبرتي بلات اند اكويبمنت او فيكسد اسيتس، الانتنجبل اسيتس، اللونج تيرم ديت، اصدار سندات والنوت بيبل، الايكويتي ترانزاكشنز، الريتيند ايرننج والكابيتال، وايه الفرق ما بين الاسهم العاديه والاسهم الممتازه، والفاينانشال انفستمنتس، الاستثمارات الماليه ديت كده بنقول عليها فاينانشال ستيتمنتس اكاونت. بعد كده في سيلكتد ترانزاكشنز، معاملات معينه، بيكلمني على المعامله ديت، المعامله ديت بتاثر على البالانس شيت وبتاثر على البي اند ال، فمسميها هنا سيلكتد ترانزاكشن، هي مش اكاونت معين، هي ترانزاكشن بتاثر على البالانس شيت والبي اند ال، فبيكلمني على الترانزاكشن ويكلمني تاثيرها ايه في البالانس شيت وفي البي اند ال، زي الترانزاكشن بتاعت البنشن اللي هي المعاشات، زي الليزز عقود الايجار، وده موضوع مهم جدا لان هو موضوع سخن ولسه متغير، زي الريفينيو ريكوجنيشن برضو موضوع مهم وموضوع سخن ولسه متغير، زي الشير بيست بيمنت، مدفوعات مبنيه على اسهم، لو شركه بتوزع اسهم مجانيه على الموظفين بتوعها، لو بتدي شير اوبشنز للموظفين بتوعها، زي الانكم تاكس، ضرائب الدخل، بيكلمني عن الانكم تاكس هنا من وجهه نظر المحاسبه، ما بيكلمنيش عن قانون الضرائب، بيكلمني عن الانكم تاكس من وجهه نظر المحاسبه، الاكاونتنج تشينجز والايرورز والفورين كرنسي ترانزاكشنز، لو انا غيرت سياسه محاسبيه خلال السنه او غيرت معالجه محاسبيه خلال السنه هعمل فيها ايه، المعاملات اللي بتتم بعمله اجنبيه. كلمني كمان عن البيزنس كومباينيشن، لو انا دخلت استحوذت على شركه احسب الجود ويل ازاي، بيكلمني كمان على الفاينانشال انسترومنتس، الادوات الماليه اللي هي الديريفيتيفز والهيدج اكاونتنج. بعد كده في حاجه مهمه هنا اللي هي النوت فور بروفيت اكاونتنج، المنشات الغير هادفه للربح، لما بتاخد تبرعات، التبرعات اللي انا باخدها ديت بسجلها ايه، التبرعات ديت ايه الفرق ما بين لو عليها ريستريكشن وما عليهاش ريستريكشن، هتعامل معاها ازاي. بعد كده يكلمني عن الستيت اند لوكال جوفرمنت، المحاسبه الحكوميه، المحاسبه الحكوميه عندهم هناك بتاعتهم بتاعت امريكا، القواعد اللي بتطبق، وهنا بيتكلم على الستيت اند لوكال جوفرمنت، كل ستيت بتبقى ملزمه ان هي تطلع قوائم ماليه بشكل معين، شكل القوائم الماليه بتاعتهم، كل ستيت بتاخد مبلغ اللي بتاخده بنسميه الفند، بيصرف من الفند ده ازاي وقواعد الصرف من الفند ده ايه. توزيع الدرجات ما بين الاربعه سبجكتس دي، الكونسبشن فريم ورك والفاينانشال ريبورتنج عليه من 25 ل 35%، الموضوع الاولاني هو بتاع القوائم الماليه والكونسبشن فريم ورك عليه ويت مش بطال من 25 ل 35%، السيلكتد فاينانشال ستيتمنتس اكاونتس عليه من 30 ل 40%، السيلكتد ترانزاكشنز اللي هي البنشن والليز والريفنيو عليها من 20 ل 30%، والجزء الاخير اللي هو بتاع الجوفرنمنتال اكاونتنج ده اكيد جاي، اللي هو اساسا سبجكت لوحده اكيد جاي في الامتحان، وعليه من 5 ل 15%. وزي ما قلنا الامتحان بتاعنا متقسم لخمسه تيستلت، كل تيستلت من الاثنين الاولانيين في 33 ام سي كيو، بعد كده في اثنين تاسك بيست سيميوليشن، ثلاثه تاسك بيست سيميوليشن، وثلاثه تاسك بيست سيميوليشن كمان. ده كده اوفر فيو على كل سبجكت من السبجكتس اللي موجودين عندنا. نرجع تاني نشوف لو في اسئله. اي سؤال؟ حد من الشباب الاونلاين عنده اسئله؟ ايوه فندم، اتفضل يا ابراهيم. مستر زيد، بخصوص التقييم، ممكن نبتدي نعمل تقييم دلوقتي؟ ممكن من دلوقتي تبدا تجيب الشهاده. ابراهيم بيسالني انا ممكن اعمل تقييم من دلوقتي؟ احنا ممكن من دلوقتي نبدا نجيب الشهاده بتاعتنا من الكليه. تمام. بنجيب من بنجيب من الكليه حاجتين، شهاده تخرج بالانجلش، وبنجيب ترانسكريبت. الترانسكريبت ده اللي هو بيان بعدد ساعات الدراسه، بنطلبه من الكليه، بياخد له اون افريج مثلا على حسب الكليه من 10 ل 15 يوم على ما يطلع، وعلى حسب انا كمان الكليه بتاعتي في القاهره ولا الكليه بتاعتي كانت في حته بره القاهره. باخد منهم الترانسكريبت دوت زي ما اتفقنا، بيتحط في ظرف، ايزر في بعض الكليات تقول لك ايه انا احط لك في الظرف من عندي واختم لك عليه، في بعض الكليات تقول لك لا روح انت جيب الظرف وهات لي ظرف انا احط لك فيه واختم لك، المهم ان يختم لي على قفله الظرف. ممكن ابدا البروسيس ديت من دلوقتي، بحيث ان احنا نتارجت فور اكزامبل مثلا ان احنا ندخل الامتحان في اول 7، نكون خلاص بقى خرجنا من رمضان، خرجنا من العيد. العيد المفروض ان هو هيجي امتى؟ اخر 5 تقريبا، تخيل العيد هيجي اخر 5، فيبقى قدامي شهر قبله للمذاكره، فممكن اقول ان انا ادخل الامتحان مثلا نص 7، بحيث ان انا عندي شهر ونص من بعد العيد اذاكر براحتي. مع فاكس خلاص انتهى التقييم دلوقتي مع نسبة، ما فيش داعي لفاكس اللي هي اف ايه؟ خليك مع الناس بحسن. تمام،
يعني هو ال fixed دولت الفرق ما بينهم وما بين النسبة في الفيس تقريبا حوالي $25، خليك مع النسبة عشان البروسس بتاعتك تبقى في حتة واحدة بدل ما تلخبط نفسك.